اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واخيرا مش طالعين مع المونديال يعني، فما حدش ليه عذر. اكيد يعني النهارده المنتخب المغربي يعني كنا نتمنى التوفيق ليه ان هو يحقق الميداليه البرونزيه، ولكن يعني قدم نسخه مميزه جدا، صعبها بشكل كبير جدا على كل المنتخبات العربيه والافريقيه، ولم يعد هناك مقوله تمثيل مشرف إلا أنك تصل مثل ما وصل المنتخب المغربي. ده وارد يتكرر، نتمنى بالتأكيد أنه يتكرر، وإن كانت الظروف اللي كانت فيها البطولة وهي في قطر ساعدت كتير جدا المنتخب المغربي. كنا نأمل أن المنتخب المغربي يحقق برونزية عشان يلحق بالمنتخب المصري للشباب لما حقق برونزية 2001 بقيادة الكابتن شوقي غريب، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل، والنادي الأهلي كالعادة أرسل برقية للشعب المغربي والمنتخب المغربي، حسهم فيها إن هم قدموا بطولة مشرفة ونسخة مشرفة لكل العرب وكل أفريقيا. فهارد لك عدم حصولهم على ميدالية المركز الثالث، وبالتأكيد يعني كلنا توقفنا عند دموع بدر بنون. كنا نتمنى إن الشعب المغربي يكمل فرحته، والأمة العربية تكمل فرحتها، والقارة الأفريقية تكمل فرحتها بتحقيق ميدالية برونزية لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم. أكيد يا أسامة، يعني بتفق معاك إن المغرب عملت يعني ما لم يكن أحد يتوقع منها قبل البطولة. أكيد البعض حتى توقع إن هي ممكن تعمل مسيرة جيدة مقارنة إن قوام المنتخب المغربي يدعو للتفاؤل، ولكن إن هي النهاردة تبقى بتلعب نص نهائي كأس عالم ثم النهاردة مباراة المركز الثالث والرابع، فأعتقد ده إنجاز. يعني خلينا أقول إن المغرب في كل الأحوال صنعت ما هو كان عند البعض مستحيل. أكيد أتمنى إن ده ما يكونش استثناء، وأتمنى إن ده يكون بداية للمنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية، إن المغرب خدت الطموح اللي يخلي حاجة مهمة جدا. وإنت بتشارك في كأس عالم هتحس إن شكلك وحش جدا، أولا لو ما بتوصلش البطولة، ثانيا شكلك وحش جدا لو إنت رايح عشان تدور على فكرة إن أنا والله كنت رايح أتفسح في كأس العالم وألعب الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات وهوب أروح راجع تاني. أعتقد المغرب علت سقف الطموحات والتوقعات، ويمكن النادي الأهلي ما سابش منتخب المغرب في أي مناسبة إلا وكان حريص على إرسال التهنئة كعادة النادي الأهلي. أن تخدعني مرة فهذا خطؤك أو عار عليك، أن تخدعني مرتين فهذا عار علي. القصة باختصار شديد إن جماهير النادي الأهلي غاضبة، جماهير النادي الأهلي خايفة بل متوجسة خايفة من سيناريو الموسم الماضي. نفس القصة بتيجي أمام فيوتشر، نفس الفريق بتحقق نفس النتيجة 1-1. أكيد سيناريو المباراة كان سيناريو من أغبى السيناريوهات اللي ممكن تقابل فريق في كرة القدم، أو تقابل بقى جماهير فريق في كرة القدم، إنك تبقى قاعد ومستشعر إن أنت خلاص حسمت المباراة، بتلعب أمام فريق ناقص لاعب، بتسجل الهدف الأول، أنت المستحوذ تماما على المباراة، فيجي هدف عكسي اتجاه اللعب تماما توصل للتعادل، فنجد إن أنت أمام ظرف صعب جدا محتاج تسجل هدف، تضغط يجيلك ركلة جزاء بعد 6 دقائق مراجعة في لقطة واضحة جدا جدا بالعين المجردة، ما كانتش محتاجة 6 دقائق مراجعة، فيتصدى أفشة وهو ليس في الترتيب أول لاعب هو المنوط بتسجيل ركلة الترجيح أو ركلة الجزاء، فتيجي في العارضة وتخسر نقطتين في توقيت وفي يوم كان المفترض يكون يوم أهلاوي جميل. عشان كده غضب جماهير النادي الأهلي هو مشروع، ولكن أنا مش عايز ناخد غضب جماهير النادي الأهلي لأننا نعيد نفس السيناريو. ليه؟ لأن كولر نفسه قال إن السيناريو مختلف، ولازم نثبت إن السيناريو مختلف، وما نستسلمش لأي حد عاوز ياخدك لسكة إن هو بلغة الكرة يركبك نفسيا يبدأ يصدر لك المشاكل. عندنا سلبيات، بالتأكيد عندنا سلبيات، عندنا كان في استهتار و احساس ان انت خلصت الماتش وكسبت المباراه كان موجود بالفعل، ان ده موجود عند اللاعبين، كان محتاجين ان يكون في نهايه للمباراه بشكل مبكر، ان انت تنزل الشوط الثاني عندك حماس وتسجل هدف ثاني وثالث، كان ده موجود، لكن انت للاسف استسهلت المباراه، وده طبيعه الاستسهال. سيناريو مختلف عن الموسم الماضي، لكن هو نفس رصيد نقاط الموسم الماضي. يمكن حتى الموسم الماضي انت كنت فايز على الزمالك في 6 جولات الاولى، انت لسه عندك مواجهه مع الزمالك في يناير اللي المفترض هو المنافس ليك حاليا، وهو حامل اخر نسختين لدرع الدوري وجماهير النادي الاهلي، واكيد انت كمان مش هيكون عندك رفاهيه ان انت تخسر الدوري لثالث موسم على التوالي، ويفوز بيه منافس يحققه لاول مره في تاريخه 3 مواسم على التوالي.
اعتقد المباراه دي من المباريات اللي انا ما بحبش اروح لتفاصيلها الفنيه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك القصه مش كتاب بتفتحه تقول تعالى بص معايا للارقام اللي موجوده، فهتلاقي ان ارقام النادي الاهلي كان عنده محاولات اكتر، اكسبكتد جولز او اهداف متوقعه اكتر، هجمات اكتر، خلق وفرص اكتر. لو انت عملت ده يبقى انت بعيد جدا 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 عن فكره ان انت تشوف مشكلتك. طبيعي في مباراه عندك لاعب المنافس بيطرد من الدقيقه 21 تقريبا وبيلعب ناقص، وبتتاح فيه ركله جزاء في الدقائق الاخيره، وبتتاح فرص تخلق افضليه. فانا بالعكس معيار الارقام هنا عندي ان انت ما تخرجش رغم الارقام دي ورغم ظروف المباراه ورغم حاجات ساعدتك كمان في المباراه وهي حقك، وبالعكس في حاجات ما خدتش فيها حقك ودي هنجلها، ولكن اصلا اللي كان متاح من ظروف المباراه كان طبيعي يخليك تطلع محقق نتيجه ايجابيه. فبالنسبه لي القصه مش ان ابص ارقام واقول الاهلي كان كويس كارقام، ما طبيعي انت بتلاعب فريق بيلعب ناقص لاعب وبتلعب بقيه المده دي كلها وهو منقوص، طبيعي هتروح بهجمات اكتر، وطبيعي هيبقى لك محاولات اكتر، وطبيعي هتعمل كل ده. ولكن اللي مش طبيعي ان ما نكونش عارفين ان ما ينفعش تفقد الدوري للعام الثالث على التوالي. واعتقد كلنا لازم نحط نفسنا قدام الحقيقه دي، لازم نحط نفسنا ان هذه المباراه تستدعي ان احنا نبص على خطوط عريضه رئيسيه في امور ليست فقط فنيه. اكيد في امور فنيه ممكن تبص عليها، طريقه استقبالك لهدف، متولي كان وضعه ايه في الكوره، محمد الشناوي هل نسبه تحمله الكوره، امور هنروح لها زي ركله الجزاء. ولكن انا عايز اروح عند الخط العريض والاساسي، ان لازم انت تسال نفسك سؤال، انت عارف ان ما ينفعش تفقد الدوري السنه دي ولا مش عارف ده؟ لو عارف ده يبقى ده امر بنبني عليه كلنا وبنتكلم فيه. وانا لا بحب لا الافراط ولا التفريط. يعني ايه الافراط؟ يعني هنيجي لفكره ان يلا مش فارقه مباراه وخسرناها ويلا بينا وعادي واحنا مكملين وكان ما فيش مشكله، ودايما ما بتبصش لمشاكلك فين. انا ما بحبش ده. وفي نفس الوقت التفريط ان حد يجي يكلمني ان وانت متصدر الدوري في هذه اللحظه انت ممكن ما تكونش بطل المسابقه. لا، انا اقول لك في وضعك ده انت ينبغي ان تكون بطل المسابقه. فلا نروح لفكره ان انا مش مكمل وحرمي الفوطه وانا لسه في الجوله السابعه، ولا اروح لفكره ان انا ما عنديش مشاكل والدنيا كويسه وايه المشكله، ده ماتش وعد. لا، مش ماتش وعد. انا لازم ابص واخرج من المباراه بخطوط عريضه اكبر من فكره الفنيات في انعكاسات وتفاصيل. كل اللي اتفرج على المباراه عارف انا بتكلم فيها ازاي. هو على عموم كولر يعني قعد مع اللاعبين واجتمع معاهم وركز بشكل كبير جدا على فكره ان ما ينفعش تخسر من فريق يعني ناقص لاعب. قصه ترتيب ركلات الجزاء هي قصه كده، يوم كان سيناريو صعب جدا على النادي الاهلي. وهنا رساله للاعبي النادي الاهلي، قد ما انتوا قدمتوا للنادي الاهلي خلال بطوله افريقيا اللي هتشاركوا في كاس العالم للعام الثالث على التوالي، هنتكلم في النقطه دي، ولكن ايضا انت في نقطه مهمه جدا لابد ان انت تاخد بالك منها. النادي الاهلي لما بيخسر 3 أو 4 دوري، الجيل مهما كانت انجازاته بتبقى فيه مشكله كبيره جدا، لان دي البطوله المحببه عند جماهير النادي الاهلي. يمكن جماهير النادي الاهلي مش بتدي البطوله دي اهميتها لما بتحقق اللقب، لانها بتعتبر ان ده عادي، صباح الخير انا بطل الدوري، لكن بتزعل قوي 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 لما تفقد الدوري. هل احنا بنتكلم دلوقتي خايفين من فقدان الدوري؟ بالعكس، احنا عشان ما نتخدعش مره ثانيه في نفس ظروف الموسم الماضي. الخدعه المره الثانيه ايه؟ ان انت تتخدع وانت موجود على القمه فتفرط مباراه خلف مباراه. الخدعه ان انت تبقى مش واخد بالك ان التحكيم المصري سيناريو الموسم الماضي هتلاقيه هو نفس سيناريو الموسم الحالي، وهنتكلم عن ده في فقره فار روم. القصه باختصار شديد ان انت هتقابل نفس الظروف اللي انت قابلتها السنه اللي فاتت، ومفيش للاسف تطوير ان انت تقابل ظروف فيها من التكافؤ الفرص انها تثبت حقيقتك كفريق بطل عن طريق الجوانب الفنيه فقط لا غير. لا، انت تبقى عارف كويس قوي ان اللي انت قابلته الموسم اللي فات مكمل معاك. اخطاء تحكيميه هتبقى ضدك، اكيد هتبقى ضدك. كل حاجه حصلت السنه اللي فاتت وارد جدا تلاقيها مكمله معاك، الا حاجه واحده بس، انت بقى المسؤول عن تغييرها، ان بطل المسابقه في نهايه الموسم ده يكون النادي الاهلي. عشان ايه؟ عشان دي هويه النادي الاهلي اللي اصبح البعض بيحاول يهز الهويه دي
بخطر شديد جدا، وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك السابق، اللي هو ما عندوش أدنى مشكلة إن هو يعترف بأنه من خلال أي قناة تلفزيونية هو شغال من خلالها هو بيخدم مصالح نادي الزمالك في المقام الأول، وهو صرح بده كتير، وصرح بده لما كان في أحد القنوات الفضائية قبل القناة الحالية في أحد البرامج قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال أنا من دلوقتي قبل البطوله المباراه بشهر مش هتكلم عن اي مشاكل تخص نادي الزمالك، متواجد بشكل كبير جدا في قناه نادي الزمالك داعم ومساند، بيتكلم دايما عن نادي الزمالك. قال نقطه انا بشوف من وجهه نظري ان كابتن سيد عبد الحفيظ يحطها كده في اوضه اللبس قدام اللاعبين، لان ما ينفعش حد يراهن بالشكل ده ضد النادي الاهلي 7 شهور، والاهم اوعى اوعى يجي يكسب هو الرهان، لان دي بالفعل هتبقى ازمه صعبه جدا جدا على جماهير النادي الاهلي، على لاعبي النادي الاهلي اللي يستحقوا ان هم يقدموا تاريخ افضل في البطولات المحليه. خلينا نستعرض اللي قاله احمد حسام ميدو لما قال بعد مباراه الزمالك والبنك الاهلي اللي فاز فيها نادي الزمالك في اللحظه الاخيره في الدقيقه 96 بهدف على عكس سير المباراه. قال في معلومه عايز اقول لكم عليها وسبق صحفي من قبلها ب7 شهور، الزمالك بطل الدوري لثالث مرة على التوالي لأول مرة في تاريخه. الكلام ده اتكتب قبل مباراة الأهلي وفيوتشر، يعني اتكتب بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، يعني هو عنده ثقة إن طالما الزمالك سجل في الدقيقة 96 في مباراة البنك الأهلي فالزمالك هيقدر يكمل مسيرته. ميدو هنا عمل إيه؟ ميدو هنا شال النادي الأهلي من المشهد. فتخيل لما يكون منافس ليك شايلك أنت النادي الأهلي من المشهد، اللي هو طالما الزمالك بيكسب حتى لو في متصدر للدوري، حتى لو هو بيكسب في دقيقة 96، أنا بقول لكم قبل 7 شهور الزمالك بطل الدوري. دي من وجهة نظري للأمانة الشديدة لابد أن يتعاقب عليها ميدو. مش عقاب إن أنت تجيب له فيديوهات أو ترد عليه أو تقول له أنت إزاي بتكتب كده، لا، العقاب إن أنت بعد 7 شهور تقول له ما ينفعش في وجود النادي الأهلي تراهن مش على مستقبل 7 شهور، على دقيقتين قدام. ما ينفعش ده يحصل مع النادي الاهلي، خاصة لما يكون ميدو نفسه عارف كده كويس قوي، خاصة لما يكون ميدو نفسه عانى الامرين امام النادي الاهلي، اللي وصل بيه ان هو في حاجة لعلاج نفسي للاعبي نادي الزمالك عندما كانوا يواجهون النادي الاهلي، فالرسالة دي لازم توصل للاعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، توصل له ازاي؟ شوف وضع المنافس كان ايه؟ وشوف كلام ميدو كان ايه، ودلوقتي بقى ميدو بيعمل ايه، بقى بيراهن بعد 7 شهور. تعالوا نفكركم، ميدو لما كان مدير فني لنادي الزمالك وهو بيواجه النادي الاهلي كان واصل لفين وكان بيقول ايه، عشان نعرف قد ايه الرسالة دي رسالة فيها اهانة حقيقية للاعبي النادي الاهلي لو ما ردوش في الملعب، وبعد 7 شهور او قبل كمان المدة دي يكونوا ابطال الدوري عن جدارة واستحقاق. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. بالنسبه لي ان انا اشوف بعض اللعيبه دايما، انا دايما في الهزيمه بقول ان لان انا اللي مسؤول، وده طبعي وده اللي اتربيت عليه، ان انا اشوف بعض اللعيبه خايفه وقلقانه ان هي تلعب قدام الاهلي، ده بالنسبه لي هو اكبر مشكله. الموضوع مش بالنسبه لي مش موضوع مكسب وخساره، لكن موضوع ان انا حزين ان انا شايف في لعيبه في نادي الزمالك خايفه، لعيبه خايفه، ومش ده اللي احنا اتربينا عليه. ده كان ميدو مع الجيل الذهبي للنادي الاهلي ونهايه الجيل الذهبي للنادي الاهلي، ان هو كان بيشوف لعيبه نادي الزمالك خايفه تواجه النادي الاهلي. جبتوا الجراه دي لميدو؟ الاداء وفقدان البطوله اخر موسمين بغض النظر عن التدخلات الخارجيه اللي اتكلمنا عنها كتير، واللي انا بقول لك خلاص ما تحطهاش في اعتبارك، هنتكلم عنها طول الوقت عشان ننوه لده، لكن انت تبقى عارف ان خلاص مش هيتغير حاجه، اللي كان ضدك هيفضل ضدك طول الوقت، انت ما ينفعش بقى تبقى ضد نفسك، انت لازم تغير من نفسك تبقى اقوى عشان تتغلب على القصه دي، بالظبط زي الطبيعه البشريه، انت جالك فيروس شديد جدا، فيروس كورونا. الجسم بدأ يعتاد عليه وبدأ يقدر ان هو يقاومه وبدأ يقدر ان هو يتغلب عليه بعد ما كانت خطورته كبيره جدا، قلت خطورته، انت لازم تقلل خطوره الفيروسات اللي بتتدخل لابعادك عن البطوله المحققه، لازم ترجع ميدو تاني يخاف ويبقى عارف كويس قوي ان في وجود النادي الاهلي ما ينفعش يراهن على بطوله فيها النادي الاهلي بعد يوم مش بعد 7 شهور. الناس بعد ما شافت تغريده ميدو كلها بتتكلم في فكره ردوا على ميدو. شفتوا ميدو قال ايه؟ لازم ترد على ميدو، لازم يكون رد قوي على ميدو. عايز اقول لكم حاجه،
الأمور لا تتعلق بردنا احنا على ميدو. تخيلوا، والله لا تتعلق بردنا احنا على ميدو. احنا هنرد من مرجعتنا التاريخية، وهنرد من ان النادي الأهلي فريق كبير جدا، لازم محدش ينسى ده. بس كمان مهم، بل الأهم، ان لعيبة النادي الأهلي هي اللي تعمل ده. الفيديو ده مش احنا اللي بنرد عليه، احنا ردنا وكلامنا سهل جدا، وانا بقولها اهو، يجي يتاخد فيما بعد ويتقال كنتم بتقولوا كذا وميدو قال كذا وما كنتوش مقتنعين، وادي النهارده اتحقق اللي قاله ميدو. لو مين اللي محبش يرد؟ لعيبه الاهلي. يبقى الرد في فيديو زي ده مش عندنا احنا، ده عند لعيبه النادي الاهلي، عند غيرتك ان انت بتتشاف كده دلوقتي، عند غيرتك ان ميدو من فتره كان بيتكلم كمان في فكرة الأهلي بمن حضر، وفكرة إن النادي الأهلي إزاي عنده عقلية مختلفة، وإزاي النادي الأهلي بالشكل ده النهاردة بيراهن قبلها بسبع شهور إن أنت مش بطل الدوري. وعلى فكرة الجيل ده هو اللي حقق 2 دوري أبطال أفريقيا ورا بعض، واللي حقق أرقام كتير كويسة جدا. بس أنا شخصيا من مدرسة جوزيه إن التاريخ في المتحف، التاريخ ده حلو جدا لما أقعد مشجع يحاول يقلل من تاريخي، فطلع له التاريخ واقول له لا تعالى انا مكاني تاريخيا هنا وانت مكانك تاريخيا هنا. بس الحاضر، الحاضر بتاعك انت مش بتاعنا، الحاضر انت اللي بترد فيه، لان محدش في العالم كان بيقدر يراهن على خساره النادي الاهلي مباراه، مش يراهن على خسارته بطوله. انت خليت الناس تراهن على خسارتك بطوله، وخليت الناس اللي تقول ان هي مرعوبين من مواجهتك كل يوم بيكسب ثقافة أكبر، كل يوم بيكسب ثقة أكتر إنه هو قادر. دورك إنك تخلي فكرة إنه هو قادر ده في خياله، في أحلامه، مش في الواقع. تعالوا بقى نشوف فيديو آخر لميدو وهو بيتكلم عن اللي أنا بقوله ده، يعني إيه حاجات إحنا بنرسخها ممكن تستغل إن هي تقع مع الوقت وحد يهدها. نشوف الفيديو. الاهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش، ايه رايك في المقوله دي؟ دي مقوله زيها زي حاجات كتيره جدا بعض المسؤولين في النادي الاهلي بيرددوها علشان يدوا افضليه للاهلي عن 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 منافسيه. مفيش حاجه اسمها ان اللي بيركب الفريق بيركب الدوري ما بينزلش. زيها زي روح الفانيلا الحمراء. لما وبقول الكلام ده حقيقه، لما الاهلي بيجيب جون في الدقيقه 92 و93 يقول لك روح الفانيلا الحمراء وروح فانيله ولاد الاهلي. لما الزمالك بيجيب جون في الدقيقه 92 و93 مفيش حد بيتكلم عن روح فانيله الزمالك. كل الناس بتقول لك ان الزمالك كسب بالحظ، الزمالك كان ممكن يتعادل. بس بالقياس هنلاقي ان ده بيحصل كتير قوي في الاهلي، عشان كده طلعت الجمله دي. الجمله دي طلعت وبني عليها وبني عليها مواقف كتيره جدا قدر الاهلي ان هو يفوز في اخر دقيقه. انت الاهلي اذكياء جدا في ان هم يستغلوا بعض العبارات وبعض الاعلاميين اللي بيشتغلوا معاهم وبعض الادوات الاعلاميه ان هي ترسخ بعض المبادئ اللي هي بعد كده بيتم استغلالها بشكل جيد جدا لصالح النادي. وده ذكاء مش عيب، يعني ما اقدرش اقول ان طبيعي. مزبوط. ولازم الزمالك يتعلم ان هو يعمل ميدو بيقول ان مفيش حاجه اسمها الاهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش. لا، هو فيه، وللامانه احنا بنستغل ده، وللامانه عشان تكون بتستغل ده وواقعي، وزي ما هو قال ذكاء من اعلام النادي الاهلي، لازم يكون عندك المرجعيه لده، لان في فرق ما بين اللي بيطلع يتكلم يقول انا بطل وانا كذا وبيبقى مصدق اللحظه بس اللي هي قليله جدا فيمسك فيها، وفي فرق ما بين ان انا عندي مرجعيه تاريخيه بتقول ان اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يا بطوله دوري عام بشكلها الحالي سنه موسم 48-49 خدت اللقب 9 مرات. اللي احنا بنعمله على مدار سنين ان احنا بنبني. لازم نعرف ان الزمالك في تاريخه كله ما خدش بطوله الدوري ل3 مرات متتاليه. انت متخيل نادي الاهلي اللي عنده من بطوله الدوري 9 مرات متتاليه وعنده اكتر من مره سلسله بطولات متتاليه؟ الزمالك ما فيش مره في تاريخه خد بطوله الدوري 3 مرات متتاليه. هتقبل ان انت يذكر تاريخيا ان ده لاول مره يحصل كان في وجودك انت كجيل حقق بطولات كتير للنادي الاهلي؟ اوعى تقبلها على نفسك، عشان دايما نعرف فعلا
نروج لحاجات هي حقيقية في تاريخنا. مين اللي ادانا الثقة فيها؟ هو انتم بنتائجكم وعقلية النادي الأهلي وموروثات النادي الأهلي. فاوعى تسمح لحد يتجرأ على تاريخك، لأن قبل ما احنا مش هنقبل ده منه مش هنقبله منك انت. نشوفكم بعدين. اهلا بكم مره اخرى وبرنامجكم الاهلي خط احمر اللي انا بداته من اول الحلقه وانا بقول ان تخدعني مره فعار عليك، اما ان تخدعني مره اخرى فعار علي. انا الحقيقه عايش في خدعه كبيره جدا جدا مع التحكيم المصري. انا اتكلمت هنا من اول ما تم دخول الفار روم ومع نهايه الموسم اللي الاهلي فاز بيه ببطوله الدوري بفرق كبير جدا عن اقرب منافسيه، وكان الصراع على المركز الثاني ما بين الزمالك وبيراميدز، وطلعت وقلت بوضوح اللي يقول لك التحكيم المصري بخير بيخدعك، وقلت ان التحكيم المصري والله العظيم ما بخير، وفي كل مره بكررها، كل مره بكررها لان ده الواقع. انا نفسي التحكيم المصري يكون افضل تحكيم موجود في العالم، بس هو اصلا فين من العالم؟ التحكيم المصري فين من العالم؟ كل مره بنيجي عند اخطاء وبنقعد نتكلم لدرجه ان احنا بدانا نمل، المشاهد بدا يزهق، مفيش اي حاجه جديده بيتم تنفيذها. خلصنا من الكابتن عصام عبد الفتاح وتبريراته، جه كلاتنبرج اختلف كلاتنبرج عن عصام عبد الفتاح وتبريراته، قال لنا ايه؟ قال لنا لكم طرد في مباراه الاهلي وغزل المحله نتيجه تدخل اوريك على اكرم توفيق، ولكم ركله جزاء ايضا نتيجه عرقله لاكرم توفيق، والقصه باختصار شديد ان ده التحكيم المصري فاحنا كسبنا. طب والاخطاء دي؟ لا بعدين ان شاء الله. فيجي الكابتن امين عمر والكابتن سيد شعبان يمارسوا معانا كل ممارسات التحكيم المصري. انا بقيتش عارف اسقط الضوء على حكم زي اول سنه فار، فكنت اقول لك ده طارق مجدي منور معانا النهارده. الحقيقه التحكيم المصري كله منور معانا، مفيش حكم دلوقتي بيجي يتحدد لمباراه طرف الاهلي طرف فيها الا ولو وقعه افقدت النادي الاهلي نقاط، ده على الاقل وقعه، لكن كل مباراه بيبقى فيه اخطاء تحكيميه، سواء انت فايز او انت زي ما تعادلت امام فيوتشر. اتكلمنا واحنا فايزين على الداخليه وقلنا كان في هدف الداخليه اصلا المفترض يكون في تدخل من حكم الفار عمرو الشناوي او حكم الساحه امين عمر، واتحسب علينا هدف بعد ضرب لاكرم توفيق نزف من وجهه وهو بيلعب الاوت، يعني ده مباراه كسبانها. الكلاتنبرج نفسه اتكلم عن مباراه غزل المحله اللي انت فزت فيها، فقول لي امتى التحكيم المصري مش هيبقى في اتجاه واحد؟ امتى التحكيم المصري لما هيجي يغلط ضد منافسين للنادي الاهلي؟ ليه دايما الغلط رايح لسكه النادي الاهلي؟ هل ده صدفه؟ هل كل التكرارات دي صدفه؟ خلينا نروح لمباراه الامس اللي اكيد مش جايين بنتكلم عن التحكيم على اساس نحط شماعتنا عليها، احنا اتكلمنا في الفقره الاولى عن اننا استهترنا واستسهلنا المباراه، فكان العقاب ده وعلى اللعيبه والجهاز الفني ان هم يقاتلوا فيما هو قادم من المباريات عشان ما يكرروش سيناريوهات ماضيه، وقلنا في البدايه وبنقول تاني وبنكرر اعتبر التحكيم المصري ضدك. التحكيم المصري انت مشترك في باقه، لو خدت حقك هتاخده مره واحده بس، عارف انت كده لما بتيجي الباقه قنوات يقول لك خد الباقه البرونزيه، ثلاث قنوات، الباقه الفضيه، الباقه الذهبيه، الباقه الماسيه، احنا تقريبا مشتركين في الفار في الباقه البرونزيه، لو خدت حقك يبقى مره. شكرا، هل مره بقى في المباراه ولا مره في الموسم؟ لان اللي حصل معانا في فيوتشر الطرد اللي حصل لعمر كمال عبد الواحد دي المره اللي انت مشترك فيها الباقه البرونزيه. الباقه الماسيه بقى ممكن يجيب لك بقى ركله جزاء مش ركله جزاء زي ما في فرق اخرى مشتركه في الباقه الماسيه لتقنيه الفيديو، لكن امبارح ركله جزاء لعلي معلول واضحه شديده الوضوح مش محتاجه انك تقف عندها، لكن الفار ما وقفش عندها. تعالوا نشوف راي الكابتن احمد الشناوي في ركله جزاء لعلي معلول لم يتم احتسابها من قبل الحكم الساحه امين عمر وحكم تقنيه الفيديو سيد شعبان. خلينا نقول على حاجه، الحاله اللي انت هتشوفوها دلوقتي هنا دي يعني الخطا موجود، فاول موجود، ماليش دعوه انها جوه منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء، كونه لعب الكره كان شوف اللاعب عمل ايه بعد كده. بص بقى يلعب الكره علي، بص الرجل فين داخله في قدم اللاعب. انا يعني عايز اقول على حاجه، الفار لازم كان يناديله في لعبه زي دي، لازم يناديله يقول له تعالى شوف اللعبه دي. دي ضربه جزاء يا كابتن؟ اه جوه منطقه الجزاء، ركله جزاء، ضربه جزاء اه داخل منطقه الجزاء، تبقى ركله جزاء مفيش فيها يعني. ركز بقى معايا عشان احنا مش عايزين نروح لسكه ما احنا جالنا ركله جزاء في الدقيقه الاخيره وضيعناها. مش هقول لك بقى الظروف النفسيه لتسديد ركله الجزاء وانت متقدم 1-0 مختلفه تماما عن الظروف النفسيه وانت متعادل 1-1 وبتلعب ركله جزاء في الثانيه الاخيره او في الدقيقه الاخيره. اعتقد الامور هتبقى مختلفه بشكل كبير جدا. ده رقم 1. رقم 2، انا وحش.
وما عنديش لعيبه بتسدد ركلات جزاء، انت دورك تعمل ايه كحكم؟ تديني ركله الجزاء وانا هضيعها. مالكش فيه، مش قصتك ومش شغلتك، انت شغلتك انك تحسب لي ركله جزاء. الكره دي اصلا يعتبر فيها ركلتين جزاء، ركله علي معلول وبعدين راحت لشادي حسين وعرقله. عارف الكره دي لو في مباراه لون التيشيرت مش احمر الحكم كان هيصفر ركله جزاء. اول حاجه يعملها، اسمع مني بقى، لو هي مش ركله جزاء حتى هيصفر ركله جزاء. انا عملت ايه؟ امنت نفسي، وتعالى بقى هات لي للفار يجيب لي لقطه ما فيش فيها احتكاك او ما فيش فيها التحام، الفار مش هيعرف يجيب، اتحسبت ركله جزاء، خلصت القصه. هيطلع خبير التحكيم يقول لك ايه؟ ركله جزاء والفار ما قدرش يتدخل. ليه؟ لاصل الفار ما عندوش صوره توضح، فالحكم اللي داخل ارض الملعب شايف اكتر من الفار. ما سمعناش التحليلات دي قبل كده في مباريات منافسين، سمعناها وهنسمعها كتير. فدي ركله جزاء غير محتسبه. الكابتن سيد شعبان ده اللي انا في مره من المرات من سنتين في ماتش الزمالك وواد دجله لما كنت طيب، حسب ركله جزاء للزمالك في الدقيقه 88 ما شافهاش غير سيد شعبان. كانت لمسه يد على حسام عرفات ان لم تخن الذاكره في ركنيه لما كانت المباراه في الاهلي والسلام. نادي الزمالك لم يعترض، لعيبه الزمالك ما شافتش عشان تعترض، سيد شعبان فقط لا غير اللي فوجئنا وقف يا عم المباراه في ايه؟ قال لك تعالى ده في ركله جزاء لنادي الزمالك. اه ضيعها عبد الله جمعه وقتها، لكن قلنا يا سلام هو في تحكيم فار بالشكل ده؟ ان اساسا بدون اعتراض وبيوقف وبيشوف. جالنا سيد شعبان عمل ايه؟ في مباراه غزل المحله الشهيره الموسم الماضي اللي اتغلبنا فيها 1-0. كان مساهم مع محمد معروف انه ما يحسبش ركله جزاء لمحمد هاني، ما يطردش محمد فتح الله مدافع غزل المحله في الدقيقه 46 اللي هي الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني، وخسرنا مباراه. ده اللي بيحصل مع التحكيم المصري، عينه بتبقى عيون صقر لصالح منافسين، وعندنا مش عارف اقول عيون ايه بقى، لكن لا بيشوف بالليل ولا بيشوف بالنهار اخطاء النادي الاهلي. عيون القلب سهرانه ما بتنامش، دي نجاد دي. هي دي اللي مع النادي الاهلي، بس عيونه سهرانه ما بتنامش على الكيف وعلى المزاج. وانا عايز اتكلم في مفهوم يخص لعيبه النادي الاهلي عشان التحكيم وعشان اللي احنا بنقوله ده. يوتوبيا مش موجوده، المدينه الفاضله مش موجوده، لو خدت حقك مره مش هتاخده اربعه. فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان استغل كل ظرف، عشان انت عارف كويس قوي ان اطراف المنظومه وتحديدا التحكيم هيعمل فيك كده، وهيستغل ان في حاجه اداك حقك فيها لانه حقك ولان هي واضحه، بس هيجي في 100 حاجه تانية هيستغل ان هو يقدر ما يديكش حقك فيها. فده سبب ادعى ان انت ما تسيبش الامور للظروف، وفي المره اللي انت خدت حقك فيها دي لازم تخلي المرتين والتلاتة والأربعة اللي مش هتاخد حقك فيهم ملهمش لازمة. وعلى فكرة اللي احنا بنقوله ده مش طبيعي، اللي احنا بنقوله ده مجحف جدا جدا للنادي الأهلي ولاعيبته. ولو قلنا غير كده يبقى احنا لا ناس عقلانيين ولا ناس متزنين ولا ناس فاهمين يعني ايه كورة، لأن الطبيعي في أي رياضة انك تديني كل فرص العادلة. بس لو فضلت اتكلم عن ما ينبغي أن يكون وانا سايب ما هو كائن بالفعل، يبقى انا عندي مشكله كبيره جدا. لقطه اسامه اتكلم فيها، حته امين عمر، ان كان عنده الطبيعي ركلتين جزاء يصفر عليهم، فكان بالتالي الموضوع بالنسبه لي دي اكتر حاجه في المباراه كانت هتخلينا اتجنن، كانت هخليه مش مستوعب، لانه كان هيفوت على حكم الفار فرصه انه ما يستدعيهوش. فبالتالي حتى يا اخي لو قرارك غلط وحكم الفار قال لك ما فيهاش حاجه ورحت شفتها، فلو قرارك صح كنت بالتالي هتتمسك بيه وتدي الاهلي حقه، ولو غلط كان خلاص ما تضررناش من تدخل حكم الفار. انما انت حكم غير كفء، مش من النهارده، من زمان، من اللحظة اللي قبل كمان أمين عمر في مباراة البنك الأهلي الموسم اللي فات، ما تبقى هي المشهد الأكثر درامية في إلغاء هدف هو وحكم الفار لا يفقه شيء عن قانون اللعب، ويطلع يبرر عصام عبد الفتاح ده بأن ده روح البروتوكول. اللي بعدها شفنا في مباراة الزمالك نفس الحالة وحكام أجانب وكشفوا وعروا جهل أفكار التحكيم المصري وورونا المشكلة واصلة ازاي. ولكن أمين عمر ما توقفش عن التحكيم بعدها وما تشطبش وبيتواجد في مباريات الأهلي تاني، فطبيعي يكون عنده الأريحية النفسية أنه يظلم النادي الأهلي لأنه ما تحاسبش ومش هيتحاسب بالمناسبة. فبالتالي وعشان ما يبقاش فقرتنا دي في كل مرة وكأنها بكائيات،
لازم انت كمان تتعامل مع ما يحيطك من ظروف تحكيمية، وما كانتش دي اللعبة بس. وتعالوا نشوف القصة توضح انك خدت حقك مرة مش تاخده تاني. وانا لو ولو لك 10 حالات واضحة ممكن تاخد منهم 2-3 لما تشوف الخبير التحكيمي احمد الشناوي وهو بيتكلم عن طرد مستحق اخر على فيوتشر. انا عايز اقول لعبة زي دي ما تقولش ان امين عمر شاف الكلام ده، خلينا نقول ده شغل فار. يعني بدون الفار لازم حكم يبقى قريب او خلي بالكوا ايه السبب ان هو الطرد مباشر. الرجل ما تلمتش لا انه قزمة القوة كمان المستخدمة عمل تاكلينج وراحها في قوة في اندفاع وفي قوة رايح الى جانب الكرة على الارض وهو داخل في قصفة الرجل. اذا ما بنرجعش يلعب كرة بص رايح يعني الكرة على الارض وهو رايح يلعب في قصفة الرجل فالطرد هنا مستحق وقرار الفار قرار صحيح. لا يا جماعة ده الطرد اللي تكرم حكم الفار مشكورا وتكرم حكم الساحة ان خدنا حقنا فيه، لكن في حاجات تانية كتير ما خدناش حقنا فيها لان هي دي الفكرة اللي بنقول لكم عليها. لو خدت حقك مرة انسى يوتوبيا مش هتبقى موجودة خصوصا مع حكام بهذه الأريحية النفسية في ظلم الأهلي، وده بالنسبة لي اللي مريب جدا. الراجل عنده أريحية نفسية، الراجل وشه مرتاح وهو بيظلم النادي الاهلي ولعبه فيها احتمال ضربتين جزاء. يا اخي انت عندك فار صفر وخلي الفار يقول لك انت غلطان. انما حتى انت لو بتفكر من باب ان انت بتحافظ على شكلك وان انت حكم، ده انت اديت فرصه ان الاهلي يظلم. ففكره غير منطقيه بالنسبه لي بالمره وبتاكد انطباعات كتير جوه الواحد عن التحكيم المصري. يبقى كده عندنا يعني طرد مستحق في الدقيقة 20. سيد شعبان يعني جاء على نفسه كتير واستدعى الكابتن أمين عمر، وطبعا اللقطة واضحة من عمر كمال عبد الواحد، فالطرد مستحق. وعشان هو طرد مستحق فأنت مش من حقك أي طرد تاني مستحق حتى لو كانت نفس اللعبة بتتكرر. تعالوا نشوف الكابتن أحمد الشناوي ليه استبعد لقطة غنام محمد على تدخله وتدخله على عمرو السولية في لقطة شبيهة جدا جدا جدا، بل صورة طبق الأصل. اختلفت أوضاع بس القدمين ما بين محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد وغنام محمد وعمرو السولية اللي اتصاب فيه عمرو السولية وتلقى العلاج، وحكم الفار مش هنا، راح فين؟ مش موجود. ختم تقريبا أو وقع، كان جاي متأخر فوقع في حضور الانصراف في الدقيقة 20 فلقى لقطة. طب بالمرة كده وأنا بوقع ناخدها، وقع ومشي عشان هيرجع لنا في الدقيقة 92 عشان يوقع انصراف. فتعالوا نشوف اللقطة دي والجدال اللي كان ما بين الكابتن أحمد الشناوي والكابتن عماد متعب عشان عندنا تعقيب مهم. الحالة دي هنا يعني لم يحتسب شيء والفاول موجود بقى اللي أنت بتقول لي عليها يا كابتن، ده فاول؟ لا مش دي يا كابتن. فاول هنا مستحق، لازم كان يديها ما حسبهاش. يعني أنا عايز أقول حتة إن أنا بسيب التحامات عادلة وليست يعني في دخول بالقوة دي في اللعيبة. نشوف الحالة اللي بعد كده. في واحدة يا كابتن لعمرو السولية في الشوط الأول، دي طرد يا كابتن. حاضر يا كابتن، بس خلينا بس نشوف الحالات اللي جاية. غنام يا كابتن، غنام دخل برجلي اتنين. أنت عايز اللعبة اللي هي بتاعت السولية يا جماعة حضرتها لنا؟ مع الغنام يا كابتن هتلاقيها على الخط الشوط الأول. كرة على الخط كده دخل برجلي. عامة يعني هي الإنذار ممكن فيها بس يا كابتن. لا دخل الطرد كابتن، ده زي الطرد بالظبط، زي التخمر كمان. لا من الثبات ما فيهاش القوة ما فيهاش الاندفاع والحاجات دي. بس أنا كابتن مع عماد في لا كابتن عماد فضل. كابتن عماد يعني دايما باجي معاك بس النهارده مع كابتن عماد في اللقطة. لا حضرتك لو عاوز رايي هي نفس كرة في كرة خلاص ماشي. عمرو السولية لعبها والرجل في القصبة مش في خلينا برضو نقول بس في حالات يعني كانت حالة ركلة الجزاء بعتقد انها كانت بتمثل حاجة مهمة جدا. عمل مباراة جيدة النهاردة حكم الاهلي كابتن امين عمر. ايوه طبعا، بس انا عايز اقول بقى شوف حكم الفار ودوره واهميته. احنا كده مشتركين في الباقه الفضيه مع الكابتن احمد الشناوي. يعني حتى دي يا كابتن احمد الشناوي اللي حضرتك المفترض خبير تحكيمي مش عايز تجيب لقطه فيها شك انها فيها طرد بين غنام محمد وعمرو السولية، وبتقول خلينا نروح لركله الجزاء، بترضيني مثلا بركله الجزاء بتاعت علي معلول؟ انت ليك ركله جزاء والحكم امين عمر وسيد شعبان ما خدوش بالهم من الكره، فايه رايك؟ انت مرضي؟ انت تعرضت لظلم التحكيم. ما تكمل يا كابتن احمد الشناوي، ما تكمل وقول لقطه عمرو السولية فيها ايه؟ لا تعالوا نروح لركله الجزاء. بالمناسبه احنا مش بنبالغ، في ثلاث حالات طرد مستحقين في المباراه امس. الفيديو بتاع او اللقطه بتاعت عمر السعيد مع حمدي فتحي دي لو هي مش طرد على الاقل انذار، على الاقل انذار. وفي الدقيقه الرابعه امين عمر تغاضى عن انذار واضح ضد عمر السعيد
في كره مشابهه مع متولي، دخل متولي بيشوط حط الحذاء فيها انذار على طول، لعبه خطره دينجرس بلاي انذار، وكره مع حمدي فتحي في دقيقه 41 انذار تاني، لا خد انذار اول ولا خد انذار تاني. طب تعالوا ردوا لنا كده اللقطه بتاعت عمرو السوليه اللي الكابتن احمد الشناوي رفض ان هو يعقب عليها عشان نشوف القصه فيها ايه يا جماعه. هي نفس الباقه اللي واخدينها في الفار، هي نفس الباقه اللي واخدينها في الاستادات التحكيميه، دي لقطه فيها ايه؟ انا عايز انا مش هتكلم والناس تبقى شايفه تدخل عنيف على قصبه رجل عمرو السوليه. الكره دي لما كان حكم افريقي ولما كان فار افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا النسخه العشرة هبي اتطرد في لقطه زي دي مع اكرم توفيق. عمرو السوليه بيلعب على الكوره، مفيش اي لعب على الكوره من خلال لاعب فيوتشر داخل دايس على فين، هنا فين الصراع على الكوره، فين رايح للكوره، فين لاعب فيوتشر، مفيش اي حاجه تستدعي اننا نقول صراع على كره القدم. الكابتن احمد الشناوي ما رضاش يستعرض دي، لان هقول ايه، هقول ان كان لكم ركله جزاء وكان لكم طردين، ده غير الطرد. طب ما كده هتكلم ازاي؟ لا، الباقه بتاعه النادي الاهلي في الاستوديو التحليلي باقه فضيه، الباقه بتاعه النادي الاهلي في تقنيه الفيديو باقه برونزيه، لقطه واحده فقط لا غير. احنا ليست مشكلتنا دخول الفار التحكيمي في مصر، دي مش مشكلتنا، مشكلتنا هذه النوعية من دخول الفار وهذه النوعية من التحكيم. لأن أنت عندك بتلاعب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية وبتكسب برباعية نظيفة وبنتيجة تاريخية، لأن ما كانش فيه حكام لا على الفار ولا في الساحة بيتعاملوا باللي أنتوا شفتوه ده، بيتعاملوا بالكرة اللي فيها تعمد الدهس وعدم وجود التنافس على الكرة، بيتعاملوا فيها ده. أول ما كان فيه نفس فكرة هذه الألعاب كان فيه بطاقات حمراء مباشرة ببساطة. والله ما مشكلتنا دخول الفار في مصر، احنا خدنا مع متنافسين أقوى بكتير، مع متنافسين ما بيخرجوش من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بقالهم سنتين، ده ورقة وقلم، مش لا تقليل من نادي ولا تفخيم في نادي ولا الكلام بقى اللي احنا عمالين نردده ده، ده ورقة وقلم مع فرق ما عداش عليها 20 سنة ما بتاخدش دوري الأبطال. عملنا معاها ايه؟ عملنا مع الفرق دي ان احنا وصلنا 3 نهائيات دوري ابطال واخدين 2، عملنا مع فرق في مستوى اعلى بكتير جدا في كاس العالم للانديه ان احنا حققنا برونزيتين. فده ببساطه بالمنطق المجرد يعني ايه؟ يعني ان ظروف العداله مختلفه تماما في اي مسابقه بيخوضها النادي الاهلي بعيدا عن الدوري المصري او المسابقات المحليه المصريه اللي انتوا بتشوفوا فيها كوره زي اللي انتوا شفتها. دي هي بالنسبة لي الفكرة الرئيسية عشان استغلال البعض ان انتوا في وجود الفار ما بتحققوش بطولات، وبالشكل ده وبهذه العدالة احنا لو ما عملناش 100% من مجهودنا القصة فيها مشاكل كتير جدا. خلينا اوضح نقطة بس، بما انك قلت ان احنا بنواجه فرق ما خدتش بطولات من 20 سنة، طبعا احنا بنتكلم عن كايزر تشيفز اللي خد بطولة الكونفدرالية او ابطال الكؤوس ولعبنا بعد ما فزنا على صن داونز، هو اللي لعبنا مرة اخرى في 2021 في 20 سنة لكايزر تشيفز بدون بطولات لما كان في موجود تقنية الفيديو، قدرنا اننا نحقق البطولة بعد طرد هابي في المباراة الشهيرة. مش انت بتربط معايا في الكلام؟ بربط معاك. هو عموما انا بتكلم سواء على افريقيا او كمان محليا، اصل هو هيفضل الناس تستغل ربط الشرط او في حاجة في المنطق، اكيد انت فاهمني، ربط ما ليس علة بعلة. يعني بمعنى منذ دخول الفار في مصر الاهلي لا يحقق مسابقة الدوري، اذا النادي الاهلي في وجود الفار فقد المزايا اللي كان بيملكها تحكيميا، وده اسمها مغالطة. ليه؟ لأن أنت في بطولات أخرى في وجود الفار مع متنافسين أقوى بالورقة والقلم أنت حققت بطولات، يبقى العلة في هل الفار الموجود في مصر أتاح لك عدالة أفضل ولا عرضك لكل أشكال الظلم؟ ما كناش بحثنا عن خبير أجنبي يجي يطور التحكيم وفي وجود الفار. إحنا عايزين مش خبير أجنبي، إحنا عايزين كونسولتو من كل دول العالم. ولكن يمكن أسامة كان بيتكلم على سيد شعبان أو حكم الفار اللي كان موجود في مباراة النادي الأهلي وفيوتشر. هو احنا اتكلمنا ويمكن قبل كده لما كنت بقول الحكم ده والحكم ده عنده وكده، فانا ما زلت مع الطرح بتاع اسامه ان هو احنا لو عملنا كده مع كل حكم مش هنلاقي حد يحكم. بس يا جماعه هو هل المفروض علينا هنا كاعلام نادي اهلي ان احنا نوصل لقناعه من كتر ما يتعرض النادي الاهلي ليه لظلم تحكيمي ان ما هو كله بيغلط في حقنا؟ لا، ما احنا لازم نيجي نقول انت لما في مباراة المحلة في وجود محمد معروف كحكم ساحة واللعبة بتاعت محمد هاني واعتقد كان فيها حسين الشحات، انت كل ده في وجود
نفس حكم الفار. هل الحكم ده، وده برضو اللي يهمني، حس ان هو لما غلط خسر حاجة؟ لا، فإيه النتيجة؟ هتلاقيه بيعمل معاك اللي عمله في مباراة فيوتشر، وهتلاقي نفس سلوك الحكام، لأن محدش بيتعاقب، وصدقوني محدش بيتعاقب، وكل ما يحدث هو شكل محمود دسوقي. إيه الوضع؟ بعد كل الكلام وبتيجي تلاقي كلاتنبرج بيدين في حالات والناس موجودة. نطلع نشوف الفيديو عشان نفكركم بسيد شعبان وهو حكم فار في وجود محمد معروف حكم القفزة الشهيرة، يعني كان الكلام ايه عن الاخطاء اللي ارتكبها في حق الاهلي. ضمن الحاجات ان هو ما بيتقدمش اللعب الكره، هو مجرد ما لاقي نفسه على كتف محمد هاني لعب الكره، زق لعب في كتف محمد ده، يعني خبط كتف محمد هاني، القدم هنا لقدم اللاعب المحلي اهو بالشكل ده اهو. نعم. خلاص حط قدمه امام قدم لاعب محمد هاني اللي هيجي فيه. نعم. يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد هاني، خلاص. نعم. محمد هاني لازم يسقط بالشكل ده. فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. الشيء الغريب ان الفار ما ندهوش. اذا دي فرصه محققه لاحراز هدف. نعم. اي مخالفه تمنع فرصه محققه لاحراز هدف خارج منطقه الجزاء كارت احمر. نعم. الشيء اللي انا استغربت له برضو تاني عايز اقوله، الحكم الفار لعبه زي دي تستحق الطرد، ولا بيدي انذار كان لازم يستدعيه يقول له تعالى اللعبه دي طرد. هفضل اكررها للمره المليون، الشيطان يكمن في التفاصيل. شوف كام مرة لما نجيب أي فقرة عن الفار أنا حطها نغمة موبايل، نفس الجملة، إزاي حكم الفار ما استدعهوش؟ أنا مستغرب إن حكم الفار لم يتدخل. سمعناها من كابتن سمير محمود عثمان، سمعناها من كابتن شوبير في الاستوديو، سمعناها من كابتن أحمد الشناوي، وهتسمعها من أي حد عنده دهشة كبيرة جدا من دور الفار. نفس الفكرة، طرد وركلة جزاء سيد شعبان، طرد وركله جزاء سيد شعبان، هي دي اللعبه كلها. ليه الفار ما بيتدخلش؟ عشان اللي انتوا بتسمعوه ده، وعشان اللي انتوا بتشوفوه ده، وعشان لما تشوف الربط ده مش هتقول الناس يا سيدي احنا اتكلمنا فنيا وقاسينا واتكلمنا بشكل مباشر ودون مواربه وحملنا الناس مسؤوليات تاريخيه اصلا، يعني مش حتى في مباراه ولا فكره ان دي مباراه وتعدي، بس كمان ما يحدث لا مبالغ فيه بكل الطرق وبكل الاشكال الممكنه، ويمكن بقى فج لدرجة أنا شخصيا وأنا بتكلم عنه بقيت قرفان، يعني مش لاقي مصطلح تاني، حقيقة بقيت قرفان. هو للتنويه بس عشان تعرفوا أن كابتن سيد شعبان بيجي يمضي حضوره وانصراف في المباراة دي اللي لسه عارضين فيها الأخطاء التحكيمية، استدعى محمد معروف في كرة احتكاك مع حسين الشحات، يعني لا ترتقي لركلة الجزاء، فهو نفس اللي عمله في مباراة الأمس مع فيوتشر لما قعد 6 دقايق يعني بيجاهد على أساس فكرة ان انا اجيب امين عمر ولا ما اجيبوش في لقطه شد لبرونو سافيو واضحه تماما مش محتاجه كل التوقف ده، فهو برده كان جاي يعني يمضي انصراف فشاف لقطه من ضمن اللقطات. هتلاقوا دايما كده طول الماتش مش موجود كابتن سيد شعبان، ممكن في اول ماتش تلاقيه ظاهر في لقطه وفي اخر الماتش ظاهر في لقطه، هو ده القصه كلها. لكن الكابتن سيد شعبان الحقيقه افضل بكتير من كابتن حسام عزب اللي اصلا بيجي يوقع حضور وحد بيوقع له انصراف، هنبقى نتكلم عنه. بس قبل ما نتكلم عنه احنا بنقول الكلام ده بشكل مرسل، لا احنا بناكد ان الاخطاء التحكيميه دي باعتراف رئيس لجنه حكام بس اجنبي، لما كان مصري كان بتطلع مبررات ضد النادي الاهلي واساءه لاعلام النادي الاهلي، كابتن عصام فتاح كان واخد موقف ضد النادي الاهلي، اما كلاتنبرج فبقى بين مطرقه وسندان، انا هعمل ايه مع الاخطاء دي؟ هل ينفع ان انا ابرر الاخطاء دي؟ تعالوا شوفوا اخطاء حكام مباراه الاهلي وغزل المحله اللي فاز فيها النادي الاهلي من وجهه نظر رئيس لجنه الحكام كلاتنبرج. The referee played on after two players challenged for the ball in the centre of the field of play. The VAR reviewed the incident and deemed the challenge not a red card offence. I believe that a free kick should be given and a red card is challenged by the attacking player used his stud under the leg of his opponent which could have been avoided. This challenge could have endangered the safety of his opponent resulted in a serious injury. On after goal given an attacker challenged for the ball inside the penalty area. The VAR reviewed the challenge and deemed the challenge a foul by the goalkeeper and then denying an obvious goal scoring opportunity. I agree with the referee to play on as the goalkeeper made a clear contact on the ball before any non-natural contact with the attacker. The VAR should not have recommended a review. The referee played on after two players challenged for the ball inside the penalty area. The VAR reviewed the challenge and agreed with the referee's decision. I disagree with the referee and VAR. The challenge by the defender is a foul as he took a risk by sliding into the challenge without playing the ball should have resulted in a penalty kick.
كم الجرائم ترتكب باسم تقنية الفيديو في مصر بالنسبة للتحكيم المصري؟ ده حكم محمود بسيوني قاعد على تقنية الفيديو عشان يجي كلاتنبرج يختلف معاه في كل قراراته اللي هي كانت لصالح النادي الأهلي. حكم الساحة كان الكابتن محمد الحنفي، ويعاب عليه أو يؤخذ عليه أنه ما طردش أو حتى صفر فاول في كرة تدخل أوريك على أكرم توفيق، ولا صفر في كرة ركلة الجزاء لصالح أكرم توفيق. لكن الحقيقة لما تم استدعائه في قصة الشناوي يعني قال الفار أنت جايبني أعمل إيه؟ أنت يا بسيوني جايبني أعمل إيه؟ يعني أنت جايبني أشوف الشناوي بيلعب كرة القدم؟ تخيل ثلاث أخطاء مصيرية من تدخل تقنية الفيديو، الثلاثة 0/10 لمحمود بسيوني باعتراف رئيس لجنة الحكام. طب الدور إيه بقى؟ أنا وجهة نظري إن لابد يكون في دور قوي جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي مثلما انتهى الأمر الموسم الماضي. نبدأ الموسم ده أنا أتمنى من كل قلبي إن يكون في خطاب رسمي لرئاسة لجنة الحكام باستبعاد الحكام اللي بيخطئوا في مباريات النادي الأهلي، استبعاد أمين عمر لنهاية الموسم من مباريات النادي الأهلي، استبعاد سيد شعبان لنهاية الموسم من مباريات النادي الأهلي، استبعاد محمود بسيوني لنهاية الموسم من مباريات النادي الأهلي، استبعاد عمرو الشناوي لنهاية الموسم من مباريات النادي الأهلي، استبعاد حسام عزب لنهاية الموسم من مباريات النادي الأهلي، ويبقى الأمر كمان قابل انك انت تستبعد اي حكم تاني. لان الأمانة بقى اللي بيحصل في المجتمع الرياضي المصري الصوت العالي هو اللي بيجيب نتيجة. الحكم اللي بيخاف ان هو يتشتم على القنوات الفضائية هو اللي بيترعب ياخد قرارات ضد منافسين، بيجي عندنا بيلاقي الموضوع سوكيوت، بنلاقي القصة كلها اننا بنتكلم عنه فقط لا غير في الاعلام، فبيبقى القصة كلها ان الاهلي بيبقى مستباح. احنا مش حابين يكون الاهلي مستباح، وعشان كده لازم قرارات قوية جدا ضد التحكيم. الفقرة دي مستمرة في كشف أخطاء التحكيم، لكن اللي هيدعم الكلام ده هو أن يكون الحكام دي بالفعل بتستبعد من مباريات النادي الأهلي، لأن بصراحة الصبر يعني فاق المدى وفاق الحدود، واللي بيحصل من الحكام دي بشكل ممنهج متكرر ما ينفعش نقول فيه أن هي أخطاء غير مقصودة. احنا هنا بنتهمش حد غير بأننا بنتكلم صوت وصورة، لكن لما يكون كل الأخطاء بالشكل ده بالتكرار ده في مواقف تخص النادي الأهلي يبقى لازم الحكام دي يتم استبعادها بوضوح شديد. اللي حصل من النادي الأهلي في نهاية الموسم الماضي باستبعاد محمود عاشور وخطاب مرسل لاتحاد كرة القدم هز اتحاد كرة القدم، وهو اللي خلى اتحاد كرة القدم يكون في خلاف داخلي على وجود عصام عبد الفتاح من عدمه ولا لا، وهو اللي جاب كلاتنبرج. فلازم الخطوات دي تؤخذ دلوقتي وفورا من وجهه نظري، لان الموسم بالشكل ده مع التحكيم المصري بالشكل ده هنفضل نحط اعباء على نفسنا كمجلس اداره كجهاز فني كلاعبين. في حاجه كمان يا اسامه، بما ان احنا بنتكلم عن دور ان احنا نقدر ازاي نتجاوز فكره ان كلامنا في الفقره او كلامنا ورصد كل الحالات التحكيميه، اللي احنا عندنا منهج يا جماعه، احنا لا نتجاوز ولا نتعرض لاحد بشكل شخصي، ولكن نتعرض لمواقف انتوا شايفينها صوت وصوره. كمان انا في رايي لازم مع ان النادي الاهلي بدا في خط الموسم اللي فات مع النهايه وكان حريص ان يكون في تجربه مختلفه رئاسه لجنه التحكيم، لازم نقيم هذه التجربه فعلا غيرت ان النادي الاهلي كان عايزه، ولا هم غيروا على مستوى الاسماء ولكن المردود والنتائج واحده. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا شايف ان كمان غير حكام الساحه احنا عندنا مشكله كبيره جدا في تقنيه الفار، واكيد كلاتنبرج نفسه لمسها لو هو فعلا عنده رغبه في الاصلاح، ولو هو فعلا مش موجود، لان انا يبدو ليا ان بالشكل الحاصل كلاتنبرج بيحلل جيدا الحالات التحكيميه، ولكن هو اقرب للراجل اللي جاء. والله انت جاي رجل كخبير كده استراتيجي تقيم الحالات التحكيميه وتطلع لنا في فيديو كل اسبوع جميل كده تقول لنا والله انا متفق ومختلف، متفق ومختلف، انما شكل فعلي او ماذا ينتج عن اختلافك او اتفاقك مفيش حاجه. فانا في رايي ان قصه حكام الفار لازم يكون عندنا تفكير في استعانه الاطقم والاستعانه بحكام اجانب، والناس يا جماعه بتقول اسهل حاجه اطلع اقول حكام اجانب. اولا كلفه الحكام الاجانب في المباريات ليست بالبسيطه، وان انت ما تتعاملش ما تقوليش المباريات الحاسمه، احنا دلوقتي وبصوا المواسم اللي فاتت بنفقد نقاط تحكيميا في مباريات عامله ازاي. فانا بالنسبه لي وماذا ان فعلت ده في كل مبارياتك، ماذا مع مباريات المنافس؟ فانا اتمنى ان يكون في اقتراح ان يشرف على الفار، انت تقدر تستعين بالفار بحكام وليس اطقم كامله بقى ساحه ومساعدين، لا هات فار اجانب، خلي عندك
فكره تصور مبدئي ان بما ان الفار ده اصلا هو فكره مستقله في التحكيم دلوقتي وبنشوف تعييناته بتكون مختلفه لا خلي عندك تصور ان يكون عندك فار اجانب لنهايه الموسم. التكلفه مختلفه تماما، انت لا تتحدث عن اطقم كامله بحكم ساحه اللي اساسا بيكون اعلى اجر بكتير جدا ومعاه مساعدين، انت بتتكلم عن ضبط اداء الفار. هتقول لي ده هياثر؟ اه هياثر نسبيا، وهيخليك ان حكم جاي عندك من خلفيه اجنبيه، حكم مفترض جيد، بيقول لحكم الساحه مره واثنين وثلاثه انت غلط. تجاهله ليه هيحط بقى القصه تحكيميا في منحنى تاني خالص، وهيشيل فكره ان حتى لو البعض لسه بيفترض حسن النوايا. فانا بشوف ان تبني فكره الفار الاجنبي وتبني فكره تكلفتها مختلفه تماما لازم يكون مقترح على اتحاد الكوره ومقترح يتم عرضه على كلاتنبرج. ده بالتاكيد يعني، لكن اللي انا افهمه كويس جدا ان ما ينفعش يكون مفيش موقف قوي تجاه الحكام اللي بيتعمدوا، بلاش يتعمدوا، اللي بيكرروا الخطا امام النادي الاهلي في صور واضحه جدا. اعتقد يعني كل اللي بنجيبه بنجيب اراء خبراء تحكيم وبنجيب لقطات بالصوت والصوره واضحه جدا، وانت عندك الفيديو راجع. كنا زمان بنقول الحكم بيغلط فبياخد قراره في ثانيه، ده اللي كان بيتقال ايام زمان في الثمانينات كده، لكن دلوقتي احنا بنتكلم ان انت خد قرارك براحتك خالص، ولو خدت قرار غلط يا سيدي عندك كمان اللي يراجع لك القرار ده. فتخيل لا انت بتاخد قرار ولا اللي بيراجع القرار بيراجع القرار ولا بيدي اي انطباع او مؤشر ان هو اصلا بيشتغل، ده مش موجود، ده ما بيشتغلش. وكمان لما يجي حاجه للتطوير بيتم رفضها، يعني شفنا كاس العالم وشفنا الوقت الضايع في كاس العالم، تمام، بقينا بنشوف مباراه 10 دقائق تمتد ل 12 دقيقه، مباراه 8 دقائق تمتد ل 13 دقيقه، مباراه امتدت ل 14 دقيقه وقت بدل ضايع. ليه؟ لان الناس لما بيحطوا اليه يشتغلوا بيها بينفذوها صح. احنا ما عندناش اصلا، يعني بنتعب كتير جدا عشان نحط اليه، ولو حطينا اليه نبدا ندور على الباب الخلفي ليها ازاي ما نشتغلهاش صح. بمعنى ان دلوقتي انت عندك وقت المباراه تغييرات اصابات مراجعه فار كرة يعني فيها لاعب وقع داخل الملعب، ده كله بيتحسب وقت بدل ضايع وبيتم حسابه بدقة شديدة متناهية من قبل الحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو، وبيتم إخبار الحكم بالمدة الزمنية عشان يعرضها ويبدأ الوقت اللي بيضيع في الفترة دي يبدأ يضيفه بشكل أو آخر. امبارح تم ضياع 8 دقائق في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90. طب والأربعة اللي هم وصلنا فيهم لسدد ركلة الجزاء 94، فالحكم ادى الثمان دقائق لغايه الدقيقه اللي هو امين عمر لغايه الدقيقه 90. طب المفترض بعد 94 تدي الثمان دقائق، ما انت استمر اللعب او بدا اللعب بعد الدقيقه 94 فتدي الثمان دقائق فتخلص في الدقيقه كام؟ 8 دقائق و94 102. انت جيت اصلا ما كملتش اصلا الثمان دقائق، ما كملتش الثمان دقائق، انت اديت 8 دقائق بال 90، زودت دقيقتين لنا دقيقتين. انا مش بكلمك في قصه ان انا جاي اقول لك انا خسرت عشان ليا دقيقتين او ليا دقيقه، انا بقول لك الاليات اصلا ما بتطبقش، الاليات ما بتتعملش. انا جبت لك فار بس ما بتشتغلش، زي بالظبط جبت لك عربيه احدث موديل بس ما فيش سواق، هتتحرك تروح فين؟ ولو اتحركت هتخبط في سور النادي الاهلي، ما بتخبطش في اسوار تانية، هم ما يعرفوش غير سور النادي الاهلي اللي نخبط فيه ونعمل فيه معاه كل الحوادث دي. شيء غريب جدا. اعتقد يعني الدوري السعودي اللي بنستشهد بيه بيتقدم لانه بيحاول ان هو يصل لمرحله من تكافؤ الفرص، بيحاول يتطور زي ما حضراتكم شايفين. ادي يا فارس لجنه الحكام في الاتحاد السعودي بتعتمد تطبيق دقائق اللعب الفعليه على غرار ما تم العمل به في كاس العالم قطر 2022. انت بتنقلني ما يعرف بالنقله الحضاريه. ده بسترك. لا 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 ده أيوة بسترك. صح صح. يعني اللي هو من العربيه اللي لسه خابطه في سور النادي الاهلي لناس عايزه بجد تطور يا جماعه، وناس عايزه توصل كاس عالم، وناس عايزه لما تروح كاس عالم تكسب الارجنتين في جولتها الاولى، الارجنتين اللي هي بتلعب نهائي كاس عالم دلوقتي. ده الفرق. الاتحاد السعودي لكره القدم للامانه له كل التحيه في كل الامور، واحنا متابعين على فكره يعني واصدقائنا في السعوديه كتير جدا وبنتشرف بيهم حتى في خصوصا في حته كره القدم. الناس عندها مساعي لا تتخيلها في تطوير كل شيء، لوايح، عمل لجان تظلمات بشكل محترف جدا بتضبط العلاقة بين اللاعبين والأندية والأندية بعضها البعض، تطوير فكرة المحترفين، رفع كفاءة منظومة الكرة بالكامل، خبراء تحكيميين. إزاي لما كلاتنبرج راح عندهم كانوا بيحاولوا يستفيدوا منه وبعد كده راحوا لناس تانية يستفيدوا منها أكتر؟ ليه؟ لأن ناس
عندها رغبة في ان هي تشوف منتخبها بيلعب في كاس العالم ومنظومة الكرة بتاعتها. نادي زي الهلال ازاي بتوفر له كل الامور، كل الأندية مش الهلال بس. هنا أنا بقول الهلال بمعنى لأن الأخوة يعني في السعودية حساسين شوية، نادي في الهلال بتوفر له كل الأمور لما يروح كاس عالم، لما تشوف إزاي تقدر تساعده عشان يظهر بمظهر معبر عن الكرة السعودية. بس ده في السعودية مش في اللي أسامة كان بيكلمكم فيه قبل ما نروح لده. إنما احنا عندنا كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد جريشة إيه اللي خلانا استدعيه؟ اللي استدعيه ماذا كانت هي وجهة نظره حينما طرح عليه تطبيق الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار ده. تعالوا نسمع كابتن جهاد جريشة ونرجع نعقب عن مأساة التحكيم المصري. يطبق تقنية الوقت المحتسب بدل من الضائع اللي كانت موجودة في كأس العالم، هل يعني من الممكن انه ده يحصل عندنا في الدوري المصري ولا صعب؟ بص يا ابراهيم، ماتش الارجنتين بالنسبة لنا عبرة. ماتش الارجنتين بالنسبة لنا عبرة. الجون جه في الدقيقة 11، كان حاسب 10 دقايق. ايوه. والجون في الدقيقه 11 كان رد الفعل عامل ازاي بغض النظر بقى عن الاحداث اللي حصلت من اللي متحكم في المباراه. ماشي. الكلام ده عندنا هيبقى صعب جدا. الكلام ده عندنا بقول لك الكلام بامانه، لان انا عايش الاجواء. يعني ايه صعب؟ مد الوقت للاهلي يجيب جون، مد الوقت للزمالك يجيب جون، مد الوقت. يعني الكلام ده هنخش في قصص كبيره. هو بكلمك على الدوري بتاعنا. هو احنا بنمد الوقت عشان الاهلي يجيب جون وبنمد الوقت عشان الزمالك يجيب جون. يا كابتن ابراهيم ده اللي بيتقال عندنا. انا بكلمك ده اللي بيتقال عندنا في مصر. انا بكلمك على ضغوط كتيره ممكن تتحط فيها حكامنا. فانا انا من وجهه نظري الشخصيه لو انا مسؤول همشي بنفس السيستم اللي شغالين بيه. ليه يا كابتن؟ ليه؟ لان هجيب مشاكل كتيره الحكامي. طب جهاد جريشه رافض فكره تطبيق اليه عادله لاحتساب الوقت بدل الضايع او فكره وقت اللعب الفعلي، وقال لو انا مسؤول هفضل ماشي بالنظام اللي احنا ماشيين بيه. عشان كده يا جهاد يا جريشة انا بقولها لك وافتكره في البرنامج، انت هتبقى مسؤول في التحكيم المصري. انت بتقدم كل السي في بتاعك عشان تبقى مسؤول في التحكيم المصري، وانا بذكركم في ده. ولو مش السنه دي السنه اللي بعدها، ولو مش اللي بعدها اللي بعدها، لان جهاد جريشة عارف من اين تؤكل الكتف. والاهم كمان كلامه، الراجل بيقول لك تخيل، وده تعبير دقيق عن خلفيته اللي وصلته ان هو نتاج منظومة مهترئة للتحكيم المصري. والله الدقيقتين دول جهاد جريشة بيلخص فيهم كل اللي احنا عمالين نعرضه في حالات. لا 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 لا، ده لخص الفكرة العامة. الراجل لخص يعني ايه تكون عقليتك هي نتاج منظومة التحكيم المصري المهترئة. ان الراجل ما دورش على العدالة، الراجل ما دورش عن ايه اللي هيطيح اكتر لتطوير التحكيم المصري، الراجل ما دورش ايه اللي في مصلحة المسابقة، ده دور على ان اصل لو هنا عملنا والاهلي جاب جون في الوقت ده ولا الزمالك جاب جون في الوقت ده هتحصل مصيبه وهتحصل مشاكل. شفتوا ده كان بيبقى معياره في الملعب ايه؟ المشاكل هتحصل ازاي؟ مين ممكن يعمل له مشكله؟ واحنا عارفين مين اللي كان بيعمل له مشاكل. وده كله يعرفك التحكيم المصري انتج ايه وكان في الملعب عامل ازاي، عشان اقدر اقول لكم ليه كان في يوم جهاد جريشه الحكم اللي بيتجاب عشان البعض بيحبه. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر. ما زلنا مستمرين معاكم في حلقه يبدو من وجهه نظرنا انها مختلفه، نتمنى تكون من وجهه نظركم مختلفه، ولكن هننتقل من كره القدم للعبه اخرى وكره اخرى وحديث اخر عن اتحاد هنا اشدنا به لما كان بيتخذ قرارات مش في صالح النادي الاهلي، كانت قرارات طبقا للوائح وقوانين. فقلنا الاشاده لاتحاد كره السله بكل مسؤوليه على القرارات اللي بتتخذوها. فجينا لقينا ان الاشاده دي جابت رد فعل عكسي جدا، ان اتحاد كره السله بيتعامل بمعايير مختلفه مع النادي الاهلي عن باقي الانديه، بيتعامل بمعايير مختلفه مع المدير الفني للنادي الاهلي عن باقي المديرين الفنيين لمختلف الأندية. فقلنا يمكن مرة وقع في حاجة حصلت، لقينا أيضا بيدخل في الأمر لاعب من لاعبي النادي الأهلي ويتم التعامل بمعيار مختلف مع لاعب كان بيتوجه لجماهير النادي الأهلي في لحظات قلنا أن ده فيه أخطاء ولكن لم تتخطى الثلاث ثواني في فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. فقال رئيس اتحاد السلة ما خالف آراءه السابقة بأن القصة أن أي حاجة هتجيلنا من داخل الصالة هيتم تحويلها للجنة الانضباط، برغم أن لما اتكلمنا عن
الكابتن احمد مرعي في لقاء الاهلي والزمالك في كره السله ليه لم يتم تحويله للتحقيق بعد وقع التحويل في مباراه طلائع الجيش والزمالك؟ قال اصل ما فيش جالنا اي شيء يدين احمد مرعي كابتن او مدير الفني لفريق كره السله بنادي الزمالك. فهنا كان لازم يكون في وقفه، ووقفه مهمه جدا، لان بقى من الواضح عند جماهير النادي الاهلي ان بقى في محاوله واضحه جدا لعرقله مسيره النادي الاهلي وانطلاقه مسيره النادي الاهلي في كره السله بعد الاستحواذ على كل البطولات الموسم الماضي، وبدايه ببطوله دوري المرتبط الموسم ده. ده انا بتكلم على الجانب المحلي. فعندنا بطوله سوبر هنلعب فيها الاتحاد السكندري، فتعالى وانت بتلعب مباراه الزمالك اقول هحولك للتحقيق قبل بطوله الدوري المرتبط والنهائي مع نادي الاتحاد السكندري، تعالى اوقفك مباراتين وغرمك غرامه. فيطلع المدير الفني يعقب ويتكلم بوضوح ويسال سؤال، يا جماعه العقوبه اللي حصلت من عمرو الجندي دي اللي حضراتكم اوقفتوا فيها عمرو الجندي مباراتين واديتوا له غرامه ماليه 20,000 جنيه، طيب انا بفكركم بواقعه عملتوها قبل كده فيها غرامه ماليه نفس الغرامه وفيها نفس الايقاف، ازاي سويتوا الاثنين بعض؟ يبدو ان مفيش عداله. ده اللي قاله اوجستي. تم تحويل اوجستي للتحقيق، والنهارده بيصدر قرار بمعاقبه وايقاف اوجستي مباراتين وغرامه 30,000 جنيه، وده قرار عقابي تاني في اقل مده زمنيه ممكن يتعاقب فيها مدير فني لفريق كره السله. ده طبعا صورة النهاردة القرارات اللي صدرت من الاتحاد المصري لكرة السلة. بيقولوا ان اول قرار ايقاف اوجستي بوش المدير الفني للنادي الاهلي مباراتين وغرامة مالية 30,000 جنيه. تعيين المهندس خالد القوصي عضو مجلس ادارة رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد. استضافة مشروع HER العالمي والذي يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات. ده بالنسبة لنا قصة يهمنا فيها في المقام الاول هو ايقاف جوستي بوش. شايف القصه فيها نوع من انواع ما تيجي نزهق جوستي بقى لان الاهلي استحوذ على البطولات. طيب اسامه كده يعني اداني الكي زي ما بنقول واداني المفتاح بتاع الكلام. طيب تعالوا نشوف الاول يعني اسامه قالها لكم في كلامه، بس تعالوا نعرض بعد كده اوجستي قال ايه نصا عشان نعرف نعقب ونعرف نوصل الفكره بالمنطق زي ما انتم اتعودتوا، لان ده الاداه اللي عندنا. دعونا ننسى الالوان، ادي اوجستي بيقول، والانديه والمنافسه، ونركز فقط على الحقائق. امامنا تصرفين مختلفين وتمت معاقبتهما بنفس العقوبه، وهي الايقاف لمباراتين وغرامه ماليه ايماءة خاطئه لصديق في المدرجات بتساوي ضرب شخص ما. كلمه العداله ليست في قاموس الاتحاد المصري لكره السله. ده اللي كتبه اوجستي، وده اللي اتعاقب بسببه أوجستي، لأنه هو بكل واقعية كشف ما يحدث في الفترة الأخيرة. وأنا عايز أقول لأ، ده اللي قاله أوجستي هو الخطوة الأخيرة في المشهد. يعني إيه الخطوة الأخيرة في المشهد؟ أقول لك يعني إيه الخطوة الأخيرة في المشهد. يعني مشهد بيبدأ بأن أوجستي بيشوف فريقه بيتعرض لظلم تحكيمي في مباريات الاتحاد ومباريات الزمالك، دفع المعلق الأردني أشرف سمارة إن هو يهاجم منظومة التحكيم في السلة المصرية، ويخرج ويقول إن يا جماعة لابد من وجود حكام أجانب كبار في مباريات السلة النهائية، لأن ما ينفعش إن فرق تضيع مجهودها وتضيع عليها كؤوس وبطولات نتيجة حاجات تحكيميه زي اللي بنشوفها. ده رقم واحد. انا عايز اخدك للمشهد النفسي اللي ذروته هو اللي كتبه اوجستي، مش بدايته ابدا. تعال شوف اوجستي بيشوف التفرقه بينه وبين مدرب اخر في التعامل. تعال شوف اوجستي بيشوف لاعبه عمرو الجندي بتصدر ضده عقوبات للمشهد اللي هو قاله. كل ده دفع اوجستي دفعا ان هو يكتب اللي هو كتبه. ليه؟ لأن يا جماعة القصة ببساطة، الفكرة إن إحنا نزهق أوجستي، وأنا بقولها لكم وفعلا هذا هو الهدف، إن إحنا نخلي أوجستي اللي شايف فريقه مدار تحكيميا، واللي شايف لعبته بتتوقف، واللي شايف تعالى نحقق معاك، واللي شايف عقوبات بتطلع ضده لأن هو قال منظومة سلة تخلو من العدالة. الفكرة إن نزهق الراجل ده، نوصل الراجل ده وهو مدرب كبير جدا ان لما يجي له عرض من اي فريق خارج مصر او عرض كبير يجي يقول لك ايه يا عم بلاها بقى،
بلاها وجع الدماغ ده كله، وبلاها المنظومة المتربصة بيا، وبلاها المنظومة اللي بتحاول تضيع مجهودي، وخلاص بقى أروح أريح دماغي في مكان فيه عدالة. هو ده الهدف. وأنا عايز أقول لكم إن أوجاستي، وأتحدى الكلام ده اتحاد السلة يقول إنه ما حصلش، في وجود أوجاستي كمدرب للزمالك كان بيخرج أعضاء اتحاد الكورة وبيتكلموا مع ناس كتير جدا في منظومة الرياضة المصرية إن أوجاستي ده جاء فكرة مهمة جدا، ومدرب مختلف، ومدرب عنده أدوات مختلفة، وطور شخصية لعيبة، وبيكتشف لعيبة، وهيطور من لعبة كرة السلة في مصر، ويا رب الراجل ده يقعد لأقصى مدى ممكن في الكرة المصرية، في كرة السلة المصرية. دلوقتي المعيار اختلف، وهو هنا السؤال، هي منظومة كرة السلة اللي وصفها أوجاستي بأن هي غير عادلة، هي عادلة فعلا؟ هو لما عمرو مرعي يتعاقب بالشكل ده، وهل عمرو الجندي، أنا آسف، يتعاقب بالشكل ده، هي منظومة عادلة؟ هو لما نشوف عقوبات على مدرب مختلف بعكس مدرب الزمالك اللي شفنا له مواقف تجاه لاعبيه وشفناها كلها في الصالة وتجاه الحكام، هي منظومة عادلة؟ هو لما نشوف حد على رأس نادي يطلع يسيء لرئيس اتحاد السلة المصري بكل الألفاظ وكل المصطلحات اللي يمكن تتخيلها، ومحدش يصدر حتى بيان تجاهه، هي منظومة عادلة؟ لا، هي عمرها ما كانت منظومة عادلة، وعمر ما انت تكون عادل لما تعاقب أوجاستي نتيجة حاجة أساس العدالة فيها إنك لازم يكون عندك نفس الضابط، بمعنى إنك قلت داخل الصالة داخل الصالة. إنما لما انت تيجي تعاقب أوجاستي نتيجة حاجة كتبها على السوشيال ميديا، هل انت عندك الوصول لكل عناصر اللعبة، حكام، لاعبين في مختلف الأندية، لاعبين في مختلف الدرجات، لاعبين في كل القطاعات المختلفة، هل انت بتبص بيكتبوا ايه؟ لو الإجابة واحد بس، ما عندكش القدرة انك انت تعرف كتب ايه وما كتبش، يبقى دي عقوبة غير عادلة لأوجاستي، لان اساس العدالة ان يكون عندك ميزان واحد، وهذا ما لا يعرفه اتحاد كرة السلة المصري اطلاقا. ده اللي اتكلم فيه أوجاستي في قصة عمرو الجندي. عقوبة عمرو الجندي، بس للتنويه، هو الراجل كاتب حتى إيماءة خاطئة، يعني عارف ان ده خطأ، وما عندناش مشكلة في النادي الاهلي ان لما حد يخطئ يتعاقب. القصة كلها ان هو قارن الخطأ ده بخطأ لعيب محترف في نادي الزمالك ضرب لاعب في نادي الجزيرة في مباراة الزمالك والجزيرة في دوري السوبر في اول مباراة. ايه اللي طلع من قرارات اتحاد كرة السلة وقتها؟ طلع اربع قرارات. خلينا نتكلم في اللعيبة. ايقاف اللاعب طارق ممدوح محمد لاعب نادي الجزيرة لمدة مبارتين وغرامة قدراء 30,000 جنيه، وإيقاف اللاعب إدجار رافائيل سوزا لاعب نادي الزمالك لمدة مبارتين وغرامة قدراء 30,000 جنيه، إنذار اللاعبين بتغليظ العقوبة في حال تكرارها، وإن اللعيبة مش هيسمح بمشاركتها إلا لما ينتهي الإيقاف ويسددوا الغرامة المالية. إذن القصة مش قصة العقوبة في حد ذاتها لعمرو الجندي، لا، ما عندناش مشكلة بما إنك قررت تعاقب عمرو الجندي، بس خد بالك الإيماءة الخاطئة دي كانت لجماهير النادي الاهلي في لحظات في فيديو منتشر على السوشيال ميديا. اللي حصل بقى في مباراه الزمالك والجزيره ده كانت خناقه، دي كانت خناقه، عارف انت واحد بيضرب واحد وبيجري ورا واحد في الصاله وحلق عليه والكلام ده كله، انا مش بهزر، ده اللي كان حاصل. فتخيلوا اللي كان حاصل ده في صاله في مباراه بين الزمالك والجزيره، تساوى في العقوبه مع حد اشار اشاره كلنا بنغلطه فيها، وهي كانت احتفال مع صديق شخصي كان بيحاول يستفزه قبل المباراة ويقول له ان انت يا عمرو مش هتقدم حاجة خلال المباراة، فقال له اتفرج عليا النهاردة في المباراة شوف هعمل ايه. عمرو الجندي كان من افضل اللعيبة في المباراة، تمام، حصلت عقوبة، ماشي، احنا عمرو اخطأ حتى لو بيتعامل مع صاحبه، حتى لو الفيديو ده جاي من المدرج، حتى لو كان مع جماهير النادي الاهلي، خلاص عقوبة، بس تبقى العقوبة زي عقوبة خناقة في الملعب في الصالة؟ ده اللي بيتكلم فيه أوجاستي. السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه بشكل واضح جدا وهينقلنا لصورة مختلفة، هو مش أوجاستي ده كان مدرب نادي الزمالك؟ ما كانش بيتعاقب ليه؟ ليه ما شفناش عقوبة لأوجاستي؟ استبعاد لأوجاستي؟ لا، خد بالك بقى، أصل أوجاستي مع نادي الزمالك كان هادي، جميل جدا، كان هادي بقى مع نادي الزمالك ليه؟ لأنه مش شايف حد أصلا بيجي على نادي الزمالك، مش شايف حكم بيجي معروف كويس قوي لما تيجي في مباراة نهائية وبيحضر مباراة أهلي وزمالك أو أهلي واتحاد سكندري، الزمالك ما حضرش مباراة نهائية الفترة الأخيرة. قالوا اتحاد سكندري بيكون الكفه ضد النادي الاهلي. فاللي شافه أوجاستي واللي طلع الصوره دي من أوجاستي بيوضح لنا قد ايه ان الاتحادات الاخرى غير اتحاد كره القدم محتاجه شغل كبير قوي.
جوزتي درب نادي الزمالك ما خرجش عن شعوره ولا مرة عشان يتوقف. ما خرجش ليه؟ ما خرجش عن شعوره ولا مرة لأن الأمور ميسرة، مفيش أدنى مشكلة. نفس الشخصية هذا الأجوستي بنفس تحقيقه البطولات، بل اكتسح كمان بطولات. ده أنا عايز أقول لك يعني مثلا إن أجوستي مع نادي الزمالك حقق بطولتين، حقق بطولة الدوري والبطولة الأفريقية، وخسر بطولات وخسر أمام النادي الأهلي. لا تعصب ولا تنرفز، ليه؟ لأن الراجل كان عارف إن الخسارة بالنسبة له خسارة عادلة، فريقي ما قدمش فخسرت. اللي بيحصل بقى معاه مع النادي الأهلي مكتسح كل البطولات، ومع ذلك الراجل بيطلع عن شعوره، ليه؟ لأن الراجل حاسس إن في حد بيحاول يعرقله، وان الامر اصبح مختلف عن مكان مدير فني لنادي الزمالك. واخدين بالكم من القصه؟ القصه مش بس في ايقاف اوجوست يا جماعه، القصه بتقول ان الراجل اللي عاش ده في نادي الزمالك ونادي الاهلي ما اتعصبش وتنرفز ولا شاف اخطاء المنظومه الا لما درب النادي الاهلي. ده معناه ايه؟ سيبك بقى من ايقاف مباراتين وايقاف 30,000 جنيه، وسيبك من الكلام ده كله اللي اكيد رافضينه، لكن انت متخيل الصوره بشكل اعمق معناه ايه؟ ان اتحاد كره السله كان موفر كل شيء لنادي الزمالك بدليل ان اوجوستي ما اتعصبش وهو بيخسر بطولات. طب ازاي اوجوستي بيتعصب مع النادي الاهلي وهو بيكتسح البطولات؟ لان شايف عرقله لمسيرته مع النادي الاهلي، شايف ان المنظومه من وجهه نظر اوجوستي غير عادله. كان اوجوستي ممكن يكون بالنسبه لاتحاد كره السله يجوا يضغطوا عليه عشان يغيب مباراه السوبر يوم 24 ديسمبر امام الاتحاد، لكن المباراتين هيكونوا مباراتي الظهور، واحده كانت امبارح والثانيه هتتلعب قبل مباراه 24 ديسمبر امام الاتحاد. لكن القصه مش قصه فقط معايير، ده القصه بتوضح ان اتحاد كره السله اللي النهارده دكتور مجدي ابو فريخه اصدر قرار بتعيين الاستاذ عمرو مصلحي اخو الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري انه يكون نائب رئيس اتحاد كرة السلة، يبقى اتحاد السلة عايز شغل، اتحاد السلة عايز نظرة، عايز ناخد بالنا. اوجوستي فجر القصة دي. اوجوستي لما بيدافع عن لاعب بتاعه فهو مدافع القائد، شاف ان عمرو الجندي مظلوم قدر ان هو يصل لصورة كان نفس العقوبة، قال لهم ازاي بقى دي زي دي، ازاي دي زي دي. اتحاد كرة السلة اللي واخد قرار ان التصفيات النهائية لمنتخب مصر هتكون على صالة الاتحاد السكندري، برغم ان جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الاهلي والاتحاد تعرضت لعمرو الجندي قبل المباراة واثناء المباراة وقبل صدور قرار الايقاف اللي من وجهة نظري صدر لتهدئة جماهير الاتحاد السكندري على عمرو الجندي. لو دخلنا الالوان في تشجيع منتخب مصر يبقى احنا بنقول على منتخب مصر السلام، اللي احنا اصلا متعشمين ان هو يبدا يقدم لنا نموذج مختلف في كرة السلة. هل الاتحاد المصري لكرة السلة حاطط ده في الحسابات؟ حاطط ان انا لما العب المباراة او التصفيات لمنتخب مصر في صالة الاتحاد السكندري هيكون التشجيع لمنتخب مصر ولا هيكون في اساءة للاعبي النادي الاهلي؟ هو القصة كلها اللي هيخسر في القضية دي هو منتخب مصر. ما انت لو ما شجعتش لاعب الاهلي ولاعب الزمالك ولاعب الاتحاد ولاعب الجزيرة على انهم لاعيبة منتخب مصر وبدأت تاخد موقف ضد لعيبة من النادي الاهلي وده متوقع للاسف في صالة الاتحاد السكندري، انت هنا مش بتسكت لاعب، انت بتسكت منتخب. منتخب اسمه منتخب مصر، فاتحاد كرة السلة محتاج ان هو يعيد ويراجع حساباته مرة أخرى، واحنا كمان محتاجين نراجع حساباتنا مع اتحاد كرة السلة، لأن ده اللي كشفه أوجوستي بوش اللي كان مدير فني لنادي الزمالك بس بدأ يتعصب وهو مدير فني للنادي الأهلي. احنا عرضنا ووضحنا معاكم تسلسل كان مهم جدا في ان ازاي انت توصل للقصه دي وازاي انت توصل للمشهد اللي اوجاستي فيه هو في اخر لحظه بيعبر عن كل اللي تعرض ليه وبيعبر عن فكره ما يتعرض ليه فريقه وبيعبر عن انا بشوف ان اوجاستي بالبوست ده هو اسقط كل شيء عن اتحاد كره السله في مصر وكشف قد ايه في تضارب معايير وفي ازدواجيه. وانا بقول عقوبه أوجاستي دي في رأيي قليلة جدا، مش قليلة على اللي عمله، قصدي إن أهدافها بالنسبة له كانت أهم. هو وهو بيكتب ده ما بصش لعقوبة، هو وهو بيكتب ده بص إن دي منظومة كرة سلة محتاجة كتير جدا من الإصلاح. وأنا أتمنى الناس تخاف على منظومة كرة السلة وتستغل وجود أوجاستي للتطوير زي ما كانوا بيعملوا وقت وجوده في الزمالك، واللي ده اتغير تماما لأن فعلا المقاعد اتبدلت لأكتر ولا أقل. نشوفكم بعد الفاصل. مستمرين معاكم وحلقة الأهلي خط أحمر.
اتكلمنا عن أوجستي قبل الفاصل، اتكلمنا عن التحكيم، اتكلمنا حتى وعاتبنا لاعبتنا على الاستهتار في مباراة فيوتشر، ولكن واحنا برضو بنعاتب لاعبتنا مش هنقدر نبكس حق لاعبتنا في ست جولات، ست مواجهات كان النادي الأهلي بيحقق العلامة الكاملة، كان في كل جولة أفضل لاعب في الجولة هو لاعب النادي الأهلي. لاعب النادي الأهلي في اختيار الجولة بيتم اختياره عن طريق الأكاونتات الرسمية للرابطة واستفتاء بيعرض من قبل الجماهير. اتغير في نظامها بعض الشيء، كانت الرابطة في الأول بتحط أسماء لاعبين وانت بتدخل تصوت على أسماء اللاعبين، دلوقتي لا، بقوا بيقولوا لك انت كجمهور شايف مين أفضل لاعبين وبيبدأوا يختاروا أعلى أصوات ويعرضوها مرة أخرى للتصويت وتختار اللاعب الأفضل. كان في الست جولات لعيبة النادي الأهلي باستثناء الجولة السابعة، الجولة السابعة بتعكس مدى يعني حزن لاعبي جماهير النادي الأهلي من لاعبي النادي الأهلي، وده توقع يعني او شيء طبيعي جدا متوقع من جماهير النادي الاهلي، برغم ان في لعيبه اجادت بالمناسبه في مباراه فيوتشر وقدموا مباراه كبيره وقدموا مباراه قويه جدا، ولكن الحاله المعنويه لجماهير النادي الاهلي بعد المباراه قالت مش هندخل اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي، وتم الاستقرار بالتصويت على ان لاعب الجوله السابعه ما بين اثنين لعيبه، لاعب احمد الشيخ لاعب فريق غزل المحله، واللاعب الاخر هو يوسف اسامه نبيه لاعب نادي الزمالك، والتصويت مطروح من ساعات. يمكن جماهير غزل المحلة تقريبا عاملة ملحمة على البوست ده، ونسبة أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة وصلت ل 91% بالأصوات مقابل يعني 9% ليوسف أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك، وده بيؤكد أن بالفعل جماهير غزل المحلة عاملة ملحمة كبيرة جدا 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 لترشح لاعب من عندها يستحق، بالمناسبة هو هداف الدوري ورجع من بعيد جدا بعيد جدا، بتكلم عن كرة القدم مر بظروف صعبة جدا ولكن قدر يرجع وقدم نفسه في نسخة غزل المحلة الموسم ده بشكل مختلف. لا أنا عايز أسألك سؤال، هو جماهير غزل المحلة لوحدها اللي عاملة الملحمة؟ أكيد في محب، لا في محبين للاعب أحمد الشيخ، أنا يا أخي بحب أداءه، أنا بحب أداء أحمد الشيخ ولاعب معجب بيه من بداية الدوري ولاعب مميز جدا، فلا في محبين كتير جدا للاعب أحمد الشيخ طبعا لاعب المحلة، أكيد طبعا جمهور المحلة عايز لاعبه يكسب، بس في محبين يعني لا ما انت لو معجب باحمد الشيخ مش هتقول ان هو افضل لاعب في الجوله كامر فني؟ لا كامر فني موضوع مختلف، طيب. لكن انا بالنسبه لي جماهير النادي الاهلي يعني لا موضوع ملوش، انا بقول محبين من مختلف الانديه، اكمل بس الجمله، انا بالنسبه لي جماهير النادي الاهلي الذواقه لكره القدم قررت بعد التعادل امام فيوتشر انها تاخد موقف مع لاعبي النادي الاهلي حتى اللي اجاد منهم وتستبعده، اسمعني بس، وتستبعده من جائزه افضل لاعب في الجوله السابعه لاول مره. دايما وابدا جماهير النادي الاهلي هي اللي بتصنع الحدث. حاليا بقت المنافسه بين جماهير غزل المحله وجماهير نادي الزمالك، فالقصه كلها باختصار شديد ان جماهير غزل المحله هي اللي قايمه بملحمه باختيار احمد الشيخ، وما تقوليش ازاي وصل جماهير غزل المحله ل 91% لاحمد الشيخ و 9% ليوسف اسامه نبيه في خلال 60,000 صوت. المحبين لا جماهير غزل المحله، المحبين ايضا جماهير غزل المحله، انت كمحب لكره القدم لا تنكر يا اخي، لا جماهير غزل المحله يعني هي 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 رساله اعتقد يعني برضو مهمه جدا، خصوصا ان احنا شفنا اسامه الايام اللي فاتت البعض بيطلع يقول يعني لازم تصوتوا للاعيبه انديتكم عشان خاطر ده بينعكس على الرعايه، ويمكن احنا لما اتكلمنا هنا يا جماعه في الامر ده وقلنا قد ايه التصويت ده بيعكس امور متعلقه بالرعايه، شفت البعض واخد المقاطع وبيتكلم في فكره ايه، ان شفتوا ان التصويت عشان خاطر ده لاعب في الاهلي بس، على فكره القصه مالهاش علاقه بكده، هو اولا لا يعيبنا ان التصويت عشان لاعب في الاهلي بس، خلينا نكون منطقيين، لان اي تصويت في العالم حتى فيما يتعلق باعلى الجوائز الفرديه في العالم لما بيجي مدربين، وشفنا لاعبين كتير اتظلموا تاريخيا عشان طبعا في جزء له علاقه بتاثير اللاعب جماهيريا والانديه اللي بيلعب لها اللاعب، لان دي حاجه اسمها كتله تصويتيه، فانا اسف اللي بيتكلم ان شايف ده شيء مش موجود، هو عنده عدم المام، خلينا اقول عدم المام بقصه التصويت ومعاييرها في العالم كله، ولكن لا طبعا الموضوع بيعكس الشعبية يا أسامة وبيعكس جماهيرية، عشان كده بقول لك جماهير غزل المحلة انت عايز يا ابني تجيب رعاية انت تاخد نسبة من الرعاية ولا انا والمحبين ما تتكى في المحبين المحبين عشان موضوع الرعاية بس جماهير غزل المحلة شعبية طبعا كل الاحترام لغزل المحلة يعني اكيد يعني شعبية جارفة في جماهير غزل المحلة، لكن خلينا نستعرض يعني صور افضل لاعب في الجولة منذ بداية الدوري، هتلاقي ان اليو ديانج كان مكتسح، بصوا يا جماعة اي لاعب من النادي الاهلي كان مكتسح بنسبة كبيرة جدا تفوق 90%، الجولة الأولى أليو ديانج، الجولة الثانية حمدي فتحي، الجولة الثالثة خدها كريم فؤاد عن جدارة بعد يعني
مباراه مؤجله بين الزمالك وبيراميدز فقدر رجعنا للتصويت تاني. كان عامل مباراه كبيره امام الداخليه. الشناوي الجوله الرابعه وده باختيار برضو اصوات الجماهير النادي الاهلي، وده ما كانش فيه منافسه ما بين الشناوي اي لاعب اخر. جماهير النادي الاهلي اختارت الشناوي وبرونو طبعا في الجوله الخامسه، والجوله السادسه اكرم قلب الاسد. دي طبعا بتقول لك قد ايه شعبيه النادي الاهلي، وبرضو بتوضح لك ان لما يكون الجوله السابعه ما فيش لاعب من لاعبي النادي الاهلي بتقول لك برضو ان قد ايه جماهير النادي الاهلي زعلانه، لكن في ناس تانية فرحانه. بس الناس التانية اللي فرحانة دي المفترض انها تكون جماهير، لا تطلع مش جماهير، تطلع مسؤولين، ومسؤولين في قنوات بتعقب على المباراة سواء في الراديو او في التلفزيون. تعالوا نشوفوا الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا، واعتقد تحققت احلامه في الجولة السابعة. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الجولة الأولى كان أليو ديانج، الثانية حمدي فتحي، الثالثة كريم فؤاد، الرابعة شناوي، برونو سافيو، الخامسة والستة أكرم توفيق. ده بالترتيب زي ما جابها لنا كده على التليفون، والكابتن سامي الشيشيني وراه كان هو عواد كان وحش الأسبوع المرة اللي فاتت، ما كانش وحش عواد الجولة اللي فاتت يعني. صحيح صحيح، يمكن أنا لاحظت إنه عواد خد لعب المباراة فتوقعت إنه هيبقى لعب الجولة أحسن. لا كان هو اللي شال الزمالك في بيراميدز. بالظبط كده بالظبط كده، وكان يستحق إنه ياخد أحسن لاعب في الجولة بصراحة يعني. تخرج شوية من النادي الأهلي عشان تدي منافسة بشكل أو بآخر. هو في كده؟ يعني عايز افهم، هو في كده؟ تخرج شويه من النادي الاهلي عشان تكون في منافسه بشكل افضل. طيب امنياتك اتحققت وجماهير النادي الاهلي عزفت عن انها تمنح لقب لاعب الجوله من لاعبي النادي الاهلي حزنا على التعادل مع فريق فيوتشر. طيب خرجت جماهير النادي الاهلي وخرجت من النادي الاهلي، انت شايف في منافسه؟ احنا لسه بنقول لك احمد الشيخ 91% ويوسف اسامه نبيه 9%. فين بقى المنافسه؟ المشكلة إن البعض بيتخيل إن وجود النادي الأهلي هو اللي بيصنع الأزمة للآخرين، لكن الحقيقة حتى في غياب النادي الأهلي أو من يمثلون النادي الأهلي الآخرين عندهم أزمات حقيقية. أنا بستشهد دايما بفترة من 62 ل 67 لما غاب النادي الأهلي عن إنه يحقق بطولة الدوري، وكمان الموسم بعد الحرب اكتوبر او في اثناء حرب اكتوبر موسم 72-73 اللي فازت بيه غزل المحلة اتلعب 6 بطولات دوري. أكتر فريق قدر يحصل على بطولة دوري من الستة دول كان بطولتين. إذن النادي الأهلي وجد في كرة القدم من أجل الاستحواذ. غاب النادي الأهلي ممكن أي حد ياخد أي بطولة، لكن فوجئنا الحقيقة إن أحمد الشيخ وجماهير غزل المحلة والمحبين عشان فارس ما يزعلش عاملين ملحمة على تويتر ورفعين أحمد الشيخ لنسبة 91%. أنا آسف، تحققت أحلامك يا كابتن محمد عفيفي معلق قنوات اون تايم سبورتس راديو، ولكن لم تتحقق في المنافسة، وظلت المنافسة فيها مسافة كبيرة جدا بين لاعب زي أحمد الشيخ من غزل المحلة ولاعب نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه. احيانا انا في حاجات بفهمها من البعض، واحيانا في امور لا افهمها ولا اتقبلها اطلاقا، ويمكن المعلق محمد عفيفي من الناس اللي انا بشوف ارائها في اوقات كتير جدا لما بسمعهم، اوقات كتير للامانه في الراديو بيكون ارائه متزنه. فانا بالنسبه لي الراي ده غريب وغير مفهوم. على فكره انا ما عنديش مشكله ان انت تيجي تقول كان في لاعب فنيا في هذه الجوله يستحق انه يكون افضل، ده راي فني واحنا لا هنجيبه هنا، ولو جبناه ممكن نرد في اطار اللاعب بتاعنا بس بالارقام، ولو ما عندناش الارقام اللي تدعم هذه وجهه النظر او وجهه النظر اللي احنا بنتكلم فيها دي مش هنجيبه. ولكن فكره التمني مختلف يا جماعه عن الكلام في شيء مسبوق. يعني لو انت جبت الجولات الستة اللي اتلعبت وفي الست جولات لاعب الاهلي هو الافضل، ده مفترض شيء يتقال، ده تحيه للاعبي النادي الاهلي ان هم بيطلعوا الافضل. ولو عندك راي ان في احد الجولات في لاعب اخر كان افضل، لو اتكلمت فنيا ايضا هذا مجرد راي. ولكن الشيء اللي بيدل ان الناس بتفكر بشكل غريب حاليا، وهو ان نتمنى ان هي تخرج من النادي الاهلي عشان يبقى فيه منافسه، ده هيحصل ازاي؟ اما بان النادي الاهلي يتعثر زي ما حصل فيبقى فيه فريق افضل وبالتالي لاعب افضل، فبالتالي تمنياتك دي قد تعكس انتماءات، قد تعكس اهواء، قد تعكس ميول غير جيده تجاه النادي الاهلي او تمنيات غير جيده للنادي الاهلي. فيا جماعه الناس تاخذ يعني حذرها في ضبط مصطلحاتها وعباراتها، لان كلمه بسيطه ممكن تودي الامور لحته تانية. وانا عايز اقول للاعبي النادي الاهلي، انتوا لازم تزعلوا ان 6 جولات انتوا بتحققوا فيهم ده
واحنا عندنا كلام وعندنا الجمهور عنده تخوف من فقد اللقب. لا، ده انت لازم تاكد ان الافضليه دي تستدعي ان انت اصلا ما يبقاش في منافسه، وده اللي بننتظره منكم. ولكن ايضا النائب احمد دياب كان عنده كلام عن فكره الافضل وجائزه الافضل، تعالوا نشوف اتكلم عنها ازاي وكان رايه فيها ايه، عشان مهم جدا نعقب على التصريح ده. الناس هنا بتتساءل، انتوا عملتوا استفتاء على افضل لاعب في الاسبوع، افضل لاعب في الاسبوع ما طلعش افضل لاعب في ولا مباراه. انا مبسوط جدا، مش مبسوط بك النتيجه، مبسوط ان الناس سالت السؤال ده. لا مبسوط فعلا من الانجيجمنت. خلينا نوضح للناس اكتر، يعني الفكره كلها ان النهارده حصل حاله من التفاعل على الموضوع ده، فخلينا نوضح للناس، فرصه ان انا معاك النهارده ونوضحها للناس. المان اوف ذا ماتش او احسن لاعب في المباراه دي في اداره، محللين اداء قبل خمس دقائق من نهايه المباراه بيختاروا مراقب المباراه مين هو مان اوف ذا ماتش ده. دي الحاجه الرسميه والجائزه الرسميه المقدمه من رابطه الانديه لمان اوف ذا ماتش. من السنه اللي فاتت احنا بنعمل على السوشيال ميديا تفاعل مع الجمهور كل جوله، دي مش جائزه رسميه، دي جائزه الجمهور بناء على تصويت الجمهور. صح، دي موجوده معانا من الموسم اللي فات، ملهاش علاقه خالص بمان اوف ذا ماتش. هي النهارده لو حضرتك رجعت صفحه الرابطه هتلاقي، لا يعني سياده النائب الناس بتقول ايه، انا النهارده مثلا طلعت افضل لاعب في مباراه كويس، وعندي زميلي طلع افضل لاعب في مباراه، يجي تيجي الرابطه تعمل التصويت على ثلاث لعيبه. ما هي مش الرابطه، خليني بقى اشرح لحضرتك. هي الرابطه، انا يا ريت لو هم في الاعداد يجيبوا لحضرتك صوره الاستفتاء دي نازله ازاي. طب حطوا لنا يا جماعه من غير اسامي. نازله من غير اسامي، هو ده اللي عاوز اشرحه. استفتاء الجمهور ده حاجة، احنا يعني الجمهور هو اللي بيحط الاسامي بالظبط كده، هو ده الفوت اللي حصل، فطلع ثلاث اسامي وفي الاخر طلع واحد. يعني انت قصدك ان الناس هي اللي صوتت على الاسامي دي، فانتوا صفيتوا الاسامي دي لاول ثلاثة على الفوت بتاع الناس، على اول ثلاثة بالظبط كده، اختاروا منه واحد مش انتوا اللي حطيتوه خالص. يعني ده شرح لفكرة تصويت الجمهور، واحنا جايبين ده ليه؟ يعني لاعب الجوله او لاعب المباراه بيتاخد داخل المباراه لاراء فنيه. وعلى فكره انا رايي ان كل ترشيحات الجمهور اللي اختارت افضل لاعب في الجوله كانت اكثر منطقيه من اختيار المباريات، فاغلب يعني المباريات يمكن الجمهور كان بيروح لحاجات اكثر منطق واكثر فعليا من الاختيار داخل المباريات. ولكن احنا ليه بنجيب الكلام ده؟ لان يا جماعه ببساطه احنا ماسكين في المعيار. ما تجيش عشان بتشوف عدد من لاعبي النادي الاهلي او ست لاعبين بيفوزوا نيجي فجاه نلاقي المعيار اتغير، ما هو ده مش منطقي. وده ساعتها هنعرض الكلام ده اللي اتقال ان اهداف الموضوع تصويت واهداف الموضوع مشاركه جماهيريه، واحنا شايفينه في اطاره وبالعكس بيعكس حاجات كتيره جدا بالنسبه لنا احنا جيده وابعادها مهمه جدا. فما نجيش لان احنا سمعنا كلام كتير عن فكره انديه متضرره من ده وانديه متضرره من التصويت، ويمكن الجوله دي تؤكد اكتر اللي ما فيهاش لاعب كمان من النادي الاهلي، فيبدا البعض ياخد الكلام ان فجاه نلاقي كده بيتم اعلان عن الناس بدون اختيارات وبدون تصويت ويتقال ان هو ده لاعب الجوله. فطالما حطينا معيار من الجوله الاولى لازم لا ينتهي الا في الجوله الاخيره من بطوله الدوري، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه وهو ده اللي عايزين نوصله. ومهم جدا ان لاعبينا يهتموا بفكرة ان انت لاعب الجولة، فالنادي الاهلي لازم يكون هو بطل البطولة. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والاهلي خط احمر وكلمنا في كل القضايا، ناقص قضية اخرى هي فكرة كمان الاخبار اللي بتتقال عن لاعبي النادي الاهلي. ما هو انت اللي احنا بنقوله ايه؟ ان نفس سيناريو الموسم الماضي او نفس مقاومات الموسم الماضي او نفس عراقيل الموسم الماضي هتلاقيها متواجده بشكل واضح جدا الموسم ده، ولا تظن ان الامر هيتغير. لا، القصه الامر لا هيتغير على نطاق التحكيم المصري، ولا هيتغير حتى على نطاق القضايا في التناول الاعلام الرياضي. الموسم اللي فات كان اي استقرار بيحصل لك يحصل لك هزه، شفنا قد ايه مدير فني تم محاربته بشكل كبير جدا جدا وبيحقق انجازات. الموسم ده تعالوا نروح للاعبين. طب نروح للاعبين ازاي؟ نخمن، يعني نقول اخبار عن اللاعبين. بيرسي تاو قدم مباراه هايله جدا في مباراه غزل المحل وسجل هدف، ومباراه هايله جدا مباراه الاتحاد وسجل هدف، وكره كان منفرد بيها فاتصاب. فتعالوا نسمعوا التعليق ده، عشان بعد التعليق ده عندنا تعقيب مهم جدا بعد الفيديو.
فيش حاجه في ايده دلوقتي. روح انفراد. ادي كوره انفراد ميرسي تاو 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 كان والنبي كولر كنت طلعته يعني. ما شفتش اللعبه دي انا اكني ما شفتهاش. انا هروح بس كده اجيب ولا انا شفتها والله. لا هو كان طلعه هو كان طلعه احسن يعني انه المخرج لو ذكي دلوقتي يجيب لك لقطه محمد شريف. صحيح كان يجيب سرعه محمد شريف بالظبط. هو طبعا كوره اتحطت حد عملها 10 على 10 وراجل قطع في ما بين السرد باكات لوحده راح على كوس 18 مقرب له المهدي سلمان واخد خطواته في عمق المنطقه علشان يقفل عليه. هو فكر يرقص على بره فرقص نفسه يعني ساب الكوره تجري وهو اللي لف حوالين الكوره. فطبعا المهدي سلمان مسك كورته هو رمى نفسه على الارض وقالك اي اصابه. ده رفع وشه وشاف الحارس فين وعمل كل حاجه وبعيد عنه المهدي سليمان بره يعني شغال جوه ماشي هيرقص ورا يعمل تشيب باص من اعلام مش مشكله شغله شد في الخلفيه شد خلاص طب ما قال لك اطلع. لا لا ما قالش اطلع هو شد في الخلفيه فعلا. لا وجمهور الاهلي برضو المخرج جاب عليه صوره انه مش راضي هو ما فيهوش حاجه عامه يعني الشد لازم كده بقى عشان عشان ماشي. يعني يخرج منها ان انا اتصبت معلش تعدي معلش جت جت في رجلي بقى كسبانين فيعني الحاجات دي غلط وجايب جول بقى و... حسين شحات عملها نموذج بصراحه لسه كنت اقول لك اهو بس محمد شريف فين ده هو اللي بيشرب ميه اللي بيبص لفوق ده لسه كنت اقول لك يعني المخرج سمعنا اكيد. اتنين لا شيء بيرسي تاو وياسر ابراهيم هدفي نادي الاهلي كان في الشوط الاول. الهجمه للاتحاد اتحاد السكندري والاهلي عارف يخلص الفرص. كوره ناحيه اليمين او الشمال خرج على فكره ما نزلش بيرسي تاو خلاص يعني بيلعب الاهلي منقوص عدديا دي حقيقي بيلعب 10 لاعبين في اخر. انا مش عارف ايه في المشهد يدعو لكل الضحك ده في الاستوديو الحقيقه مش عارف. لعيب انفرد حاول ان هو يرقص المهدي سليمان اتعرقل في الكره اتصاب. فايه اللي بيخلي القصه تصل لمرحله الضحك على لاعب كان احد اهم نجوم المباراه؟ عارف لو اللاعب ده بيقدم مستوى يدعو للشفقه عليه ان هو ازاي متواجد في النادي الاهلي لكن ده احد اهم نجوم المباراه مع الشناوي في المباراه دي كان تحركات وتحركات سليمه جدا مسجل هدف اموره كلها في كل الكرات اللي اتعامل معها بشكل نموذجي. ايه الدعوه للضحك والسخريه من اللاعب اللي زي ده؟ طب تمام سيبك من الدعوه للضحك والسخريه يمكن اللقطه اللي بتضحك دي او يمكن رقم 5 بيضحك مثلا فالناس ضحكت في الاستوديو لكن كمان بيكون الكلام عن انك قالك اي اصلا مصاب يعني ادعى الاصابه عشان الخجل ان هو ضيع الكره. ده وجهه نظرهم في لاعب النادي الاهلي اللي تم كشفها بشكل واضح جدا تاني يوم لما النادي الاهلي اعلن عن اصابه بيرسي تاو اللي هتستغرق على الاقل 4 اسابيع. انت متخيل الاعلام بيشتغل على جماهير النادي الاهلي ازاي؟ انت النهارده يقول لك ايه هات لو انا المخرج اجيب الكاميرا على محمد شريف. ليه؟ عشان محمد شريف يزمزق ما هو ما بيلعبش. ازاي بيرسي تاو اللي بيلعب مكانه راح انفراد وضيع الانفراد ده فتعمل ايه؟ مشكله بين الاثنين في مركز واحد. تمام؟ لا مش هنعمل المشكله دي، كمان هندعي ان اللاعب اتصاب. كام بقى خبر مر عليكم خلال الموسم اللي فات بالشكل ده؟ وكم خبر حتى هنستعرضهم دلوقتي عشان تبقى عندك رساله واضحه فقط لغير، لا تستمع لمثل هذه الاخبار. هذه الاخبار عارف انت يقول لك ايه الدواء فيه سم قاتل؟ هذه الاخبار فيها سم قاتل. وعشان احنا كنا منطقيين معاكم عشان ما يجيش برضو البعض يجي يقولك انت بتروح لكذا. احنا اتكلمنا عن اللعيبة بدأنا بيهم واتكلمنا عن التحكيم ثم رحنا عشان تعرف ان احنا علينا ان احنا نتحد كلنا كل اطراف المنظومة اللاعب يعمل اللي عليه كلنا اداريا او سواء هنا كاعلام كل واحد يا جماعة لازم يدي بنسبة 100% عشان اللي انت بتشوفه ده. عشان تعالى شوف الفكرة اللي وصلت كولر زي ما وصلت أوجاستي زي ما بتوصل كل الناس واربط كل كلامنا من أول حلقة ببعض إن يطلع كولر يتكلم عن إن في أخبار غير صحيحة. أخبار غير صحيحة إزاي؟ زي الفيديو اللي هتشوفوه. قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي مراجعة كل العقود كافة عقود اللعيبة في النادي الأهلي وده بعد طبعا معلم مسؤولي او علم مسؤولي النادي بوجود اغراءات ماليه كبيره لاربعه من نجوم الفريق للرحيل لفرق في الدوري او فرقتين بالاخص في الدوري فرقتين في الدوري الممتاز.
يعني كويس ان انت تأمن لعبتك وتحرك من بدري، تبقى عارف طبعا النادي الاهلي عنده يعني لعيبة مهمة جدا وتصنع الفارق، لكن مش موجودة في الصورة. انت عندك محمد محمود النهاردة وزياد طارق نزلوا التمرين، عندك ميسي محمد محمود وزياد طارق يلعبوا، يعني ثلاث لعيبة يلعبوا. اوعى تفتكر دي اخبار عادية، هو عايز يحسسك في الفريق ان فلان العقود مشاكل، الحق حلق شوف ايه اللي بيحصل معاك، عندك لعيبة في العقود، عندك تجديدات، عندك لعيبة عندها مشاكل. هو ده فكرة كماشة عليك، كماشة عليك جوه الملعب او كماشة عليك بره الملعب. وانت لازم عشان كده، ونرجع نربط الرابط الرئيسي، انك لازم، مش هيرد على كل ده، احنا هنا بنرد لان احنا بنعرض ده، وده دورنا الاعلامي، وده الدور اللي احنا هنا موجودين عشان نعمله. بس انت كمان في الملعب تقدر توقف ناس كتير عن حاجات اكتر من انت متخيلها، خاصة لو الحاجات اللي بتتقال دي في أندية أخرى لا يتم التطرق ليها على الإطلاق، وبيتم الحفاظ على الأندية الأخرى المنافسة ليك. تعالوا نشوف فيديو آخر عشان نوضح لكم ده على سبيل المثال للحصر، الأخبار اللي بيتم تناولها عن النادي الأهلي. محمد فاروق كان بيتكلم عن صفقات النادي الأهلي، نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم. أهم حاجة بقى بالنسبة لكولر في الفترة اللي جاية هو صفقات الشتاء، واكيد الاجتماع اللي ممكن كان موجود قبل ما هيسافر كان بسبب صفقات الشتاء والحاجه اللي يكون محتاجها الفريق من تدعيمات. فيرود هو اهم حاجه بالنسبه لكولر، فيرود قوي وفي نفس الوقت جناح، هو بيتكلم في المنطقتين دول، لكن هو طلباته ان يكون فيرود يكون تحت السن، فيرود يكون كويس تحت السن يقدر يأيده النادي الاهلي ويسيب المقعد اللي هو فوق السن لجناح ممكن يكون لعيب كبير، ويبقى ممكن العكس، يعني ده ممكن يبقى موجود بشكل عكسي، يبقى اللي تحت السن كجناح وفي نفس الوقت الفيرود يكون لاعب فوق السن يقدر يتأيد بشكل طبيعي. لكن دي طلبات كولر بالنسبة للمراكز أو الشكل اللي هو شايف أنه هو محتاجه النادي الأهلي في الفترة القادمة. ده كلام عن صفقات يناير، وطلع قبل كده كولر ورد على التصريحات دي لما اتقال حتى ترتيب المهاجمين، قال لا قلنا كلام عن ترتيب مهاجمين ولا كلمت اعلامي. طب بالنسبه لموضوع الصفقات يا فارس، تفتكر كولر ايضا عنده رد على قصه الصفقات اللي شغله باله من وجهه نظر محمد فاروق؟ ما هو كولر وصل يا جماعه، هو ده التسلسل، ان كولر وصل ليه طلع ان هو يرد، لان الراجل حس زي ما بقول ومتعمد ان انا اربط باجاستي ان انت مستهدف اعلاميا او مستهدف على مستوى قرارات اداريه، قيس بقى ده ممكن يتجف في حته وده ممكن يتجف في حته، كل واحد حسب انت ممكن تضغط عليه ازاي. فتعال نشوف المدير الفني في مباراه هو كان كسبانها في مباراه الاتحاد ومفترض يتكلم عن فوزه، كان مهموم ومعني بايه لما تشوفوا الفيديو. Ich habe mitbekommen, dass von mir gesprochen wird in Presse, dass ich Spieler suche, dass ich Spieler abgeben möchte. Ich möchte einfach hier mal öffentlich sagen, dass das überhaupt nicht stimmt, dass ich mit niemandem von der Presse gesprochen habe. Das einzige Mal ist, wenn ich hier bei der Pressekonferenz bin. في حاجة عايز بس أقولها في البداية ملهاش علاقة بالمباراة بس مهمة بالنسبة لي جدا إن أنا أوضحها. أنا وصل لي إن بيتكتب كتير في الإعلام إن أنا في لعيبة عايزها وفي لعيبة مش عايزها، في لعيبة لازم تمشي، وإن أنا بقول آرائي في بعض اللعيبة. أنا بأكد مرة تانية قدام الناس كلها وبستغل المنصة دي إن أنا أقول لكل الناس، أنا ما اتكلمتش مع أي حد من الصحفيين، ما قلتش لأي حد في أي حتة في النادي إن أنا عايز مين ومش عايز مين، ما عبرتش عن إن أنا عايز حد ولا إن أنا عايز أمشي حد، الكلام ده عاري تماما من الصحة ولو سمحتوا محدش يصدقه خالص، ما حصلش. انا الحديث الوحيد الصحفي اللي بعمله هو المؤتمرات الصحفيه بعد المباريات، غير كده مفيش اي كلام بعمله مع الاعلام ومفيش اي رساله. كولر بقى بيرد، كولر بقى خط احمر، بقى برنامج خط احمر بالظبط. الناس بقت برنامج خط احمر، عشان كده لما يجي حد يقول لك اصل احنا بنرد، هو احنا لازم بعد كل اللي انتم شايفينه ده ما نطلعش هنا نرد؟ ده راجل المدير الفني وصل ان هو بيرد في نفسه في المؤتمر ويقول يا جماعه انباء بتتقال واخبار بتتقال، وانا لا اتكلمت في صفقات ولا الكلام ده حصل باي شكل، ولا انا اساسا صرحت باي تصريح لاي حد، عشان البعض شفناه في برامج بيطلع يحكي وكولر قال واصل كولر عاد وكولر جاب وقال لي
اعتقد يعني لما توصل مدير فني، وانا نفسي اعرف فين في العالم مدير فني بيطلع يقول الكلام ده. انتوا متخيلين سواء اوجاستي ولا كولر بتوصلوا المديرين الفنيين اللي بيجوا مصر، خصوصا بيدربوا النادي الاهلي، بيجوا مصر ايه؟ المديرين الفنيين اللي بيدربوا النادي الاهلي، بصوا بتوصلوهم يروحوا الحته بره كره القدم ازاي؟ عشان اللي انتوا بتعملوه اصلا هو بره كره القدم. اللي انتوا بتعملوه اصلا هو بره كره القدم، فالناس بتضطر تروح معاكم للسكه دي. لكن احنا مضطرين بقى نروح معاكم للمغرب مره اخرى وكاس العالم للانديه، وكانها عداله السماء بتنزل على النادي الاهلي بعد ما حدث في ملف نهائي القرن الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد البيضاوي المغربي. الاهلي رسميا يشارك في كاس العالم للانديه للمره الثامنه في تاريخه وللمره الثالثه على التوالي بصفته وصيب بطوله دوري ابطال افريقيا. واخيرا خطابات اتحاد الكره خرجت للنور عبر المنافذ الرئيسيه، كانت الاول بتبقى في الانفاق، لا اتعلموا من اخطاء الماضي. والخطاب اللي وصل من الفيفا بيؤدي او بيبلغ اتحاد كره القدم المصري ان النادي الاهلي احد الفرق المشاركه في مونديال الانديه في المغرب من 1 فبراير وصل للنادي الاهلي وطلع للنور. حسنا فعلوا ان هم بيتعلموا من اخطائهم، وكل التوفيق للنادي الاهلي حتى لو كان البعض شايف ان ده حظ النادي الاهلي وبيندب حظه على عدم المشاركه في البطوله. الموضوع ابعد ما يكون على الحظ، يعني في مسلسل رائع اسمه للعداله وجوه كثيره بتاع طبعا العظيم يحيى الفقراني، اعتقد للعداله وجوه كثيره النادي الاهلي ادير والنادي الاهلي ظلم في بطوله افريقيا، وكأنها يعني قبلة على جبين النادي الأهلي يستحق بيها يتقال إن فعلا أنتم كنتم تستحقوا. النادي الأهلي تعب، النادي الأهلي لعب البطولة الأفريقية وكان له دور ولكن حرم منها، فده مهم جدا. وبمناسبة يا جماعة فكرة تقدم أحد الأندية برغبته إن هو كان يشارك في البطولة أو أحقيته، طبعا الموضوع محسوم وتم الرد عليه وعادي جدا. شفنا يا جماعة ناس يعني كانت قاعدين بعض المدربين بيقولك إحنا لو كسبنا السوبر الأفريقي هنلعب في كأس العالم الأندية، فعادي يعني كل واحد زي ما بقولها لكم دايما وانتوا خلاص حفظتوها في خيالك تقدر تبقى أي حاجة، الواقع بس بتاع النادي الاهلي. عشان كده للاعيب النادي الاهلي خليني بس قبل ما تختم نقطه مهمه جدا برضو لقناه النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي على تويتر عاملين يعني ملحمه ايضا ووصلوا ل 3 مليون متابع على تويتر، بنتمنى لهم طبعا زياده طبعا الاعداد، ويبقى النادي الاهلي دائما في الصداره في كل المنصات، فمبروك ليه. يعني واعتقد دايما يا جماعه خط احمر معاكم لما بيكون موجود في ترند او هاشتاج دايما بيتصدر، واكيد كل قناه النادي الاهلي لها دور في ده، ونتمنى ان دايما نكون دور عشان يساعد النادي الاهلي ان انتوا تشوفوا النادي الاهلي وشاشته وقناته دايما في المقدمه ورقم واحد. نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا.